شادي اون تايم سبورتس في كل مكان. اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من دوري بلدنا هذا الاسبوع. هذا الاسبوع ثمره التتويج او موسم الحصاد او حلقه الحصاد. الف مبروك للفرق الثلاثه الصاعده الى الدوري الممتاز هذا الموسم بعد موسم طويل، لكن استطاع كل فريق منهم ان يحسم يعني صعوده للدوري الممتاز قبل ثلاثه اسابيع من انتهاء المسابقة. المجموعة الأولى مجموعة الصعيد، أسوان بجدارة يصعد مرة أخرى إلى الدوري الممتاز بعد موسم رائع جدا جدا جدا. قيادة فنية لأحمد مصطفى بيبو ومجلسين إدارة، مجلس إدارة بقيادة اللواء أحمد سليمان ومجلس إدارة آخر بقيادة المستشار الشافعي صالح. أدي طبعا ملامح الفرحة وجماهير نادي أسوان تحتفل بفريقها بعد طبعا الصعود وفرحة لاعبي نادي أسوان داخل غرفة خلع الملابس، وأسماء كبيرة زي ما حضراتكم شايفين وصور رؤساء النادي السابقين والحاليين. مشوار طويل، نادي عريق بلا شك، يعني أهالي جنوب وأهالي الصعيد فرحة كبيرة جدا 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 لنادي أسوان، وتحية كبيرة من أسرة برنامج دوري بلدنا وأون تايم سبورتس لجماهير أسوان ولمجلس إدارة نادي أسوان والجهاز الفني لنادي أسوان بعد صعوده للدوري الممتاز مرة أخرى. أيضا في مجموعة البحري والأسكندرية، ألف مبروك لفريق حرس الحدود، وأنا قلت يمكن من حلقات ماضية سابقة وأثناء استضافتي يمكن للعديد من نجوم حرس الحدود، أدي محمد نكي عريس اللقاء الأخير لحرس الحدود بعد أن صعد رسميا من فريق حرس الحدود في لقائه الأخير بعد تعادل الأولمبي بهدفين مقابل هدفين مع كفر الشيخ، وفرحة لاعبي حرس الحدود منظومة رائعة جدا 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 لحرس الحدود، وفرحة كبيرة في ملعب واستاد حرس الحدود بالمكس بالاسكندرية. حرس الحدود منظومة رائعة تستحق كل تحية وتقدير، بداية من مجلس إدارة النادي، الجهاز الفني للنادي، وجماهيره الكبيرة العريضة. حرس الحدود من الأندية اللي يمكن يعني اشتغلت على نفسها بقالها أكثر من موسم، عملت أكثر من موسم رائع جدا. يمكن الموسم الماضي لم يحالفها التوفيق في اللحظات الأخيرة والأسابيع الأخيرة، صممت وفازت في آخر لقاء بخمسة أهداف نظيفة على فريق الزرقاء. آدي بقى الشباب والأبناء والأطفال والفرحة الكبيرة لفريق حرس الحدود. وادي استاد حرس الحدود زي ما حضراتكم شايفين، ملعب من أكثر الملاعب الرائعة. آدي فرحة هستيرية لمكي، هتركها لحضرتك. ألف مبروك للواء عماد اليماني رئيس مجلس إدارة نادي حرس الحدود ومجلس الإدارة المحترم، منظومة إدارية، مجهود كبير جدا لحرس الحدود بداية من اللواء باسم رياض في المواسم الماضية، ثم لواء عماد يماني تسلم المهمة ونجح في مهمته باقتدار وصعد بفريق حرس الحدود وعاد مرة أخرى لمكانه في الدوري الممتاز. كان بعبع للكبار وصاحب صولات وجولات، ويمكن له العديد من المديرين الفنيين اللي لهم بصمة حتى الآن في الدوري الممتاز، كابتن حلمي طولان بالترتيب، كابتن طارق العشري، كابتن عبد الحميد بسيوني، كابتن سامي قمصان، كلهم دربوا في فريق حرس الحدود الكبير جدا جدا في مجموعة بحري والأسكندرية. الداخلية تغرد منفردا منذ بداية المسابقة في مجموعة القاهرة، حسمت الأمور تماما وكعادة سيد عيد المدير الفني المحترم القدير، وتحت إشراف من اللواء عثمان الدسوقي استطاع فريق الداخلية أن يصعد للدوري الممتاز في ملامح فرحة جميلة هتركها صوت وصورة مع حضراتكم وهنرجع مرة أخرى.
الفرحة حلوة بلا شك، ان انت تبذل مجهود كبير جدا خلال موسم، ده ضغوط كبيرة جدا، لقاءات على ارضك وخارج ارضك، منافسين بشكل كبير، ثلاث مجموعات في منتهى القوة، لكن ان انت تحسم الامور قبل نهاية المسابقة بثلاث اسابيع، تحية وتقدير لمجالس ادارات الاندية الثلاثة، بداية من نادي اسوان برئاسة المستشار شفعي صالح، كابتن احمد مصطفى بيبو المدير الفني، وهيكون النهارده معنا اول احتفالاتنا في دوري بلدنا في اون تايم سبورتس باول الصاعدين من مجموعه الصعيد وهو نادي اسوان. هتكون هناك فقره حواريه مع المستشار الشفعي صالح والكابتن احمد مصطفى بيبو، هنتحدث فيها في كل الامور، كل العوامل، كل المعوقات، كل الاحصائيات، كل الارقام، كل التفاصيل الخاصه يعني صعود ممثل الجنوب والصعيد فريق نادي أسوان، هيكون معنا ويشرفنا النهاردة في اون تايم سبورتس ودوري بلدنا المستشار الشفعي صالح وأيضا كابتن أحمد مصطفى بيبو المدير الفني. تحية لمجلس إدارة نادي حرس الحدود برئاسة اللواء عماد ياباني ومجلس إدارة محترم كابتن محمد مكي، رغم تغيير الجهاز الفني وهو الفريق الوحيد اللي غير جهازه الفني في منتصف هذا الموسم، استطاع أن يسير في نفس المنظومة بنفس النظام والسيستم اللي دائما وأبدا يضع فريق حرس الحدود ومجلس إدارة نادي حرس الحدود، الانضباط، الالتزام، الانتماء، الإيمان، الحلم والطموح للصعود للدوري الممتاز وتحقق له ما أراد. تحية لمجلس الإدارة، تحية للجهاز الفني الكابتن محمد مكي، وكذا اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الداخلية ومجلس إدارة نادي الداخلية المحترم والكابتن السيد أيد. هبدأ النهاردة حلقتي بيمكن لقاءات هذا الأسبوع، وهنبدأ بلقاءات الأسبوع ولقاءات المجموعة الأولى. المجموعة الأولى هتلعب فيها العديد من اللقاءات. بحيي فريق تليفونات بني سويف، يمكن تعادل مع فريق كيما أسوان وخلاص تأكد بقاؤه في الدوري الممتاز لموسم آخر قادم بمنتهى القوة. يعني فريق تليفونات بني سويف بمنتهى الاقتدار وفي ظل إمكانيات مادية محدودة جدا جدا جدا. المهندس أحمد سعد تمساح المشرف على فريق كرة القدم ومدير فني كابتن كابوريا استطاع أن يحصل على ضمان بقائه وثق بقائه في الدوري القسم الثاني الموسم القادم. كيما أسوان تعادل مع تليفونات بني سويف بهدف مقابل هدف. الألمونيوم مع الكابتن سعيد إبراهيم فوز كبير وعريض على إنا بسبعة أهداف نظيفة. أسوان وفوز مستحق على الفيوم خارج ديار أسوان بثلاث أهداف مقابل هدف. مباراة يعني ما فيش أكثر منها إثارة ولا حماس. سملاوي يفوز على فريق بني سويف، ونقف عند فريق بني سويف ونتحدث عنه الكثير في الحلقات القادمة بهدف مقابل هدف. ويمكن يعني كاميرات اون تايم سبورتس ودوري بلدنا كانت متواجدة في هذا اللقاء وفيه العديد من اللقطات الفريدة والمثيرة، هنعرضها لحضراتكم إن شاء الله في تقارير هذا اللقاء. بترول أسيوط والمدينة المنورة الفوز بهدف مقابل لا شيء. مباريات الجولة القادمة في هذه المجموعة، بترول أسيوط مع ملاوي في إطار مباراة طبعا الجولة 28، بني سويف مع ديروت، مركز شباب طامية مع الفيوم، مركز أسوان مع الألمونيوم، طبعا من اللقاءات الدربيهات القوية جدا. لكن خلاص بعد تأكيد بقاء وصعود أسوان وبقاء الألمونيوم في المنافسة فقط كمركز تاني ما بينها وما بين كيما أسوان، إنا مع كيما أسوان، تليفونات بني سويف مع الإعلاميين، البداري مع سوهاج، المدينة المنورة مع المنيا. نجيب جدول هذه المجموعة، مجموعة الصعيد اللي بيتصدرها فريق أسوان برصيد 65 نقطة، ثم في المركز الثاني فريق الألمونيوم 49 نقطة، كيما أسوان 49 نقطة، بترول أسيوط 46 نقطة، ثم المنيا 43، تليفونات 37، مركز شباب طامية 33، مدينة منورة، ثم الفيوم، ديروت، إعلاميين، بني سويف، ملاوي، سوهاج، إنا، البداري. بلا شك يستحق فريق أسوان الصعود بلا شك. دي مجموعة الصعيد. هنروح لمجموعة القاهرة.
يمكن اتلعب العديد من مباريات هذا الاسبوع، ويعني نتائجها في اطار مباراه الاسبوع 27. النصر مع السكه الحديد، استطاع فريق النصر بقياده فنيه للكابتن ياسر رضوان ان يرفع رصيده ويبتعد بفارق 8 نقاط عن فريق المريخ البورسعيدي، رغم يعني فوزه الاخير. فريق النصر يفوز على السكه الحديد بهدفين مقابل هدف واحد، بورتو مع على بور فؤاد ب3 اهداف مقابل هدف، اسلام عادل واجوجو واسلام مسعود ومحمد متعب. تاج الحرب يفوز بهدف مقابل لا شيء، كابتن عبد الناصر محمد على وادي دجله بهدف مقابل لا شيء، ويحسب لفريق يمكن الانتاج الحربي هذا الفوز بعد يعني تذبذب الاداء خلال الموسم. المريخ مع على منتخب السويس ب4 اهداف مقابل هدف واحد، والداخليه عريس. هذه المجموعه فوز كبير وعريض على القناه. نستكمل يمكن النتائج هذه المجموعه، لكن لابد ان احنا نبارك ونهنئ فريق نادي الداخليه ومجلس اداره نادي الداخليه، اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على الفريق كره القدم، كابتن سيد عيد الجهاز الفني معنا على الهاتف. سياده اللواء عثمان الدسوقي، اهلا بيك سياده اللواء، والف الف مبروك على الصعود. الله يخليك يا كابتن خالد، الله يخليك يا حبيبي، وكل سنه وانتم طيبين، والحمد لله يا رب تبقى سنه سعيده على الجميع باذن الله. يا رب. يمكن كان هي يعني الشرف وقابلت حضرتك الموسم الماضي، وكانت هناك يمكن منافسه قويه جدا جدا حتى الرمق الاخير في الصعود من هذه المجموعه، وكان فريق الداخليه دائما قاسم مشترك باشراف حضرتك على الصعود. يمكن كوكاكولا صعد في اللقاء الاخير الموسم الماضي، عارف ان حضرتك حطيت خطه واستراتيجيه واضحه مع مجلس اداره محترم للصعود هذا الموسم. من بدايه الموسم واضح ان كان فريق الداخليه زي ما كنت دايما اقول كل اسبوع بيغرد منفردا، قياده فنيه رائعه للكابتن سيد عيد، متابعه دقيقه جدا جدا عن حب واقتدار، وانت من اللاعبين المميزين كانوا في فريق الداخليه، اشراف على كره القدم بخبرات كبيره جدا حتى الصعود قبل نهايه المسابقه ب3 اسابيع. هو طبعا الحمد لله يعني ربنا كان موفقنا، يعني يمكن حضرتك لو تتذكر السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها احنا بنوصل لغايه اخر مباراه. هاي. السنه اللي قبليها كانت مع فريق سيراميكا لو حضرتك تتذكر، وكانت مع كوكولا برضه لغايه اخر مباراه، يعني دايما بننافس سنتين في يوم. الحمد لله ربنا كنا متفقين مع كابتن سعيد على اساس ان احنا لازم نخلص القصه بدري، يعني مش لازم نستنى لاخر مباراه او اخر مباراتين، عشان احنا جربنا يعني قبل كده. يعني الحمد لله ربنا كان موفقنا، ويمكن فضل كبير علينا ان احنا تصدرنا المجموعه من بدايه الدور الثاني لغايه قبل نهايه المسابقه ب4 مباريات. فالحمد لله ربنا كرمنا، وبنشكر اللعيبه وبنشكر الجهاز وبنشكر مجلس الاداره وبنشكر الموظفين في النادي وكل الصغار عند الكبير يعني في المنظومه كلها الحمد لله. سياده اللواء، اكيد خلال المواسم الماضيه كنت بتضع ملاحظاتك الفنيه، ويمكن حضرتك يعني ما شاء الله خبرات كبيره وتاريخ في نادي الداخليه في الاشراف على كره القدم، كان ايه ابرز ملاحظاتك اللي عملت عليها قبل بدايه هذا الموسم وسعيت اليها وصممت عليها وكان لها الاثر الاكبر في صعود الفريق هذا الموسم؟ هو طبعا نمره واحد طبعا فضل ربنا، يعني طبعا ده اكيد. نمره اتنين لو حضرتك احنا اللي تمسكنا باللعيبه اللي معانا في الفريق من ساعه لما نزلنا الدوري الممتاز باكبر قدر، يعني احنا عندنا لعيبه تقريبا حوالي 12 13 لعيب دول اساسيين نزلوا معانا من ساعه لما احنا كنا في الممتاز، تمسكنا بيهم بعهودهم الغاليه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها، وكان لازم السنه دي نضيف لهم اضافه جديده باختيار الكابتن سيد عيد، راجل محترم، راجل يمكن اللعيب اللي بيلعب زي ما بيلعبش، راجل عادل في شغله، فبالتالي كانت لازم المنظومه طبعا برضو اضفنا بعض اللاعبين المميزين، فبالتالي كانت لازم المنظومه تنجح خاصه لما يكون المجموعه كلها عندها اخلاص وعندها انكار الذات، فربنا بيكرم باذن الله. فيعني الحمد لله يمكن احنا الفترة دي كلنا بنفكر ازاي يبقى الصورة بتاعتنا في الدوري الممتاز وازاي نظهر بصورة لائقة
تليق بنادي الداخليه، وان شاء الله ربنا يوفق باذن الله تعالى. السؤال البديهي لكل عشاق فريق الداخليه، والسؤال البديهي لاي اعلامي بيبارك النهارده الفريق الداخليه، كيف تخطط للموسم القادم على راس التخطيط؟ اكيد هل سيستمر الكابتن سيد عيد ام يعني سيرحل في تجربه جديده للكابتن سيد عيد؟ كابتن سيد عيد يمكن له تجارب عديده وخبرات كبيره، وصعد لفريق النصر للدوري الممتاز من قبل، وهكذا يعود يكرر انجازه ويصعد بفريق الداخليه. مستمر معاك وقعدتوا خططتوا للموسم الجاي، ولا لسه يعني الايام القادمه ستحمل الكثير من المفاجات؟ ان شاء الله باذن الله نتعشم يكون في اتفاق بيننا وبين بعض، يعني هو احنا هنقعد مع بعض ان شاء الله الاسبوع الجاي. ونشوف هو ان يحط البلان اللي في دماغه، سواء النواحي الفنيه سواء الماديه، ونشوف بقى نلتقي ان شاء الله في المنتصف، يعني اللي انت عارف برضه امكانياتنا احنا مش زي امكانيات فرق كتير يعني. طبعا. يعني ان شاء الله نلتقي في المنتصف وربنا يوفقنا، يعني طبعا هيبقى في يعني في اختيار اللعيبه، طبعا في لعيبه بنشكرها وفي لعيبه. كنت لسه هقول لحضرتك، قوام الفريق الاكثر مستمر عقوده، ولا القوام الاكثر اللي هو انتهاء العقود؟ لا الحمد لله الفريق الافضل او اللعيبه يعني ان شاء الله كويسين مستمرين معانا، وبرده اللعيبه اللي يعني اللي ما همش لطيفين معانا برده هيبقى ممتازين، وربنا يوفقهم في اي حته يروحوها يعني باذن الله. بحب دايما احط ايدي واركز على نقط مضيئه، يعني اول النقط استقرار الإدارة الفنية بعد تولي الكابتن سيد عيد المهمة، ما تمش يمكن تغيير في الجهاز الفني، والإبقاء على الكابتن سيد عيد مع بداية هذا الموسم. الصفقات اللي تم إبرامها من فريق الداخلية كانت في أضيق الحدود أعتقد في شهر يناير الماضي وفي بداية الموسم الماضي سيادة اللواء، صح؟ تمام كده الحمد لله. يعني هو طبعا هو كابتن سيد عيد والجهاز الفني كان معانا من السنه اللي فاتت اخر 6 مباريات، يعني ايوه عمل نتيجه كويسه، يعني 6 كسبنا 4 ماتشات وتعادلنا ماتشين، لو كنا كسبنا من الماتشين دول اي ماتش كنا صعدنا. ايوه فبالتالي كان لازم يستمر مع الفرقه، والحمد لله يعني الحمد لله يعني الرؤيه كانت صحيحه ان هو استمر معانا. ان شاء الله باذن الله يعني تعاقدتوا مع كام لاعب في بدايه الموسم ده يا سياده اللواء؟ يعني برضو مش كتير، برضو على قد يعني مثلا حوالي 10 لعيبه 12 لعيب كده. وفي يناير 4 لاعب. هو ده اللي انا قصدي عليه، ان يعني بحس ان هناك بعض مجالس الادارات وبعض الاجهزه الفنيه بدون ذكر اسماء بتسعى لعدد كبير جدا جدا، زي ما انا يعني زي ما انا دايما بقول ليس بالكم لكن بالكيف، يعني الكواليتي بتاع اللعيب الاهم من العدد اللاعبين اللي بيتم التعاقد معاهم، وده اللي يمكن عمله فريق الداخليه هذا الموسم باشراف حضرتك وبالقياده الفنيه للكابتن سيد عيد، ان يناير اقصى حاجه 4 أو 5 لعيبه ويكونوا جاهزين ويعملوا لك اضافه حتى في الدور الثاني، وده اللي عمله برضو فريق الداخليه. الحمد لله كلام حضرتك صح يعني، وهو طبعا في 2 لعيبه الحمد لله يعني ربنا اراد ان هم يصابوا، يعني 2 لعيبه كويسه جدا 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 والحمد لله يعني ان شاء الله في بدايه الموسم يبقوا معانا ان شاء الله. على العموم يعني ان شاء الله حضرتك تكون مشرفنا في الاستوديو الحلقه اللي جايه، وهنعمل فقره زي ما احنا النهارده يعني بنبارك لفريق اسوان، وهيشرفنا المستشار شافعي صالح والكابتن احمد مصطفى بيبو الاسبوع القادم ان شاء الله تكون معانا سياده اللواء، انت والكابتن سيد عيد ان شاء الله نبارك لك ونبارك لمجلس الاداره المحترم ولجماهير فريق الداخليه ان شاء الله. عافيه والصحه يعني ان شاء الله ننسق مع فريقنا الجميل، وحضرتك شرفنا وتنورنا ان شاء الله سياده اللواء. بنشكرك وبنبارك لك كمان مره. الله يخليك. بنشكرك سياده اللواء. بلا شك ان الانتظام والالتزام والتكتيك يعني والاستقرار الفني والاداري يعني زي ما بيقولوا انتقاء الصفقات بيؤثر بشكل كبير جدا 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 في استمرار المنافسة وفي استمرار على الصدارة وفي الصعود إلى المراحل الأخرى فريق الداخلية من الفرق
المحترمة جدا جدا جدا. هنكمل يمكن نتائج المجموعة. احنا كنا قلنا ان النصر والسكة الحديد فوز للنصر، بورتو مع بور فؤاد بثلاث اهداف لبورتو، وزي ما انا يمكن زميلنا وزملائنا الاعزاء في اسرة التحرير قالت استقالة الكابتن ابو طالب العسوي بعد الخسارة من بورتو بثلاث اهداف مقابل هدف واحد، يعني بعد فوز بورتو وتأكد هبوط بور فؤاد كابتن ابو طالب العسوي يستقيل من تدريب بور فؤاد. وطبعا الانتاج الحربي فوز على وادي دجلة، المريخ على منتخب السويس بنتيجة كانت بالنسبة لنا مفاجأة كبيرة جدا بأربع أهداف مقابل هدف واحد. هنطير ونطمئن على نادي منتخب السويس اللي يمكن بيحظى بشعبية كبيرة جدا، ونادي محافظة السويس من المحافظات الكبيرة العاشقة لكرة القدم، مجلس إدارة محترم برئاسة الأستاذ أسامة الموشي والمهندس أسامة الموشي، كابتن أشرف أمين عضو مجلس الإدارة ولاعب النادي الأهلي السابق وعضو مجلس الإدارة السابق والمشرف الحالي وعضو مجلس الإدارة الحالي والمشرف على كرة القدم. كابتن أشرف أهلا بيك معانا في دوري بلدنا. أهلا بحضرتك كابتن خالد، وطبعا سعيد بتواجدي معاك النهاردة ووحشني كتير والله. والله أنت أكتر، ويعني كنت بسعد بيك دائما قبل كده، لكن الظروف خلاص مجلس الإدارة خدك والإشراف على كرة القدم، لكن إن شاء الله في الفترة القادمة نستمتع بيك معانا إن شاء الله في دوري بلدنا. وقلبي عندك، الضغوط كبيرة جدا في نادي منتخب السويس، والأمال معقودة عليك بشكل كبير جدا وأنت المشرف على كرة القدم. إن شاء الله يا كابتن خالد. طبعا زي ما حضرتك عارف نادي السويس طبعا وعشق محافظة السويس كلها، نادي طبعا السويس طبعا جماهير السويس بتتنفس الكورة في السويس، وإحنا عارفين إن المهمة صعبة جدا من بداية اختيارنا لمجلس الإدارة، أو يعني ما يعني طبعا عارفين الأمور صعبة كتير في ظل التحديات اللي موجودة، التحديات المادية اللي موجودة بين الأندية، وبرضو قرب طبعا تطبيق دوري المحترفين، فالصعوبة بتزيد طبعا. ولكن عندنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى والتخطيط اللي احنا شغالين بيه إن شاء الله إن احنا نوصل بحاجة محترمة لنادي السويس، ونحاول بقدر الإمكان في خلال ولايتنا إن شاء الله كل النصيب في صعود الدوري الممتاز بإذن الله. النتيجة كانت مفاجأة بالنسبة لك اللقاء الأخير، ويمكن كان حصل كده مكالمة هاتفية ما بيننا وما بين بعض، كنت يعني متعجب جدا من نتيجة اللقاء أمام المريخ بأربع أهداف مقابل هدف. طبعا زي ما حضرتك عارف يعني الأسابيع الأخيرة دايما بيبقى فيها يعني توقعات يعني مختلفة شوية. نادي المريخ طبعا من الأندية الكويسة جدا، ويمكن مر بظروف صعبة كتير، أستاذ أحمد جوهر عامل فرقة كويسة من بداية الموسم، حتى احنا المباراة الأولانية احنا كسبناه 1-0 في السويس، ولكن برضو المريخ لما أدي بشكل كويس، يمكن احنا اتخطفنا في بداية المباراة في أول 5 دقائق أو 6 دقائق هدفين منهم ضربة جزاء، فيمكن أثر بالسلب على التركيز اللعيبة في المباراة، ان احنا طالعين الشوط الاولاني تقريبا يعني طالعين 4-0، كان انا الاول مره بين الشوطين بنزل اللعيبه، طبعا نزلت اللعيبه في اوضه اللبس، يعني ما كانش عاجبني خالص الوضع، يعني كان صعب كتير جدا على ان يبقى نادي السويس يمر بهزيمه زي كده في شوط واحد. يمكن الكابتن نبيل راجل مشكورا طبعا قبل بعد التغييرات الشوط الثاني ظبط الفرقه شويه، قدرنا ان احنا نحرز هدف، كنا الى حد ما مسيطرين على يعني بعض الامور في الشوط الثاني، ولكن في الاخر دي نتيجه مباراه ومش هنقف عندها، خلاص عندنا 3 مباريات تانيين نركز فيهم، عندنا مباراة الكاس ان شاء الله في شهر 7 على ما اعتقد لسه ما تحددتش. أيوه. الامور ماشيه الى حد ما بشكل كويس، وان شاء الله يعني يكون عندنا الامل ان احنا نعمل الفرقه ان شاء الله السنه اللي جايه باذن الله، نكون نقدر ننافس بيها باذن الله، يكون السويس ليه تواجد باذن الله ضمن الكبار كما عودنا من قبل. طبعا نتمنى ده، ونادي منتخب السويس من الانديه الكبيره جدا جدا جدا، وجماهيره عاشقه ومحافظه السويس زي ما حضرتك قلت عاشقه لكره القدم، نتمنى ليها كل التوفيق. يمكن بنستعرض اهداف اللقاء، كان في تصريح كده للكابتن نبيل محمود، واضح ان كان يعني متاثر بنتيجه اللقاء والضغوط اللي عليه، قال ان هو يعني بيقع في مجلس الاداره وبيشيل الحرج من على مجلس اداره نادي منتخب السويس، كان تصريح من التصريحات العاقله جدا من كابتن نبيل محمود، وهو من المديرين الفنيين اصحاب الخبرات المهذبين جدا جدا جدا. هل تم الاجتماع، هل تم التواصل ما بين مجلس اداره نادي منتخب السويس وكابتن نبيل في الساعات الماضيه كابتن اشرف؟
لا يا كابتن، بص احنا متعودين ان بعد كل مباراه يعني سواء بيبقى فيها يعني فشل في النتيجه او حاجه، احنا مش دايما مش مستعجلين ان احنا ناخد ردود افعال. زي ما قلت لحضرتك المباراه عاديه جدا، ما فيش اي مشكله خالص، كان في سوء توفيق من اللعيبه، وارد جدا ان يكون باد دي لاي فرقه من الفرق. طبعا واحنا شفنا مثلا الداخليه اللي صعد من الدوري الممتاز، الراجل يعني اتغلبوا اربعه من السكه قبل كده، فالامور احنا ما فيش مشكله. يمكن هي النتيجه كانت صعبه شويه على الجمهور السويس، ولكن في الاخر الولاد ادوا ما عليهم، والكابتن نبيل عمل اللي عليه هو وجهازه الفني، واحنا دايما كده تواصلت معاه بعد المباراه وما فيش اي مشكله خالص. اوعى تحط في دماغك ان احنا بنفكر ان احنا، لا احنا استراتيجيتنا غير اي سنه خالص، ان احنا مش كل مدير فني نجيب ويتغلب له ماتشين ثلاثه نمشيه، لا الكلام ده مش عندنا خالص. عقد الكابتن نبيل مستمر موسم ونص ان شاء الله، واحنا بنتابع من دلوقتي ان احنا بنفكر في اللعيبه بتاعت الموسم الجديد، وبالتالي بنتابعهم واحنا على تواصل دايم. انا في التمرين على طول، حاج اسامه الموشي في التمرين على طول، الكابتن سامح مسعد، معظم مجلس الاداره في بيبقوا موجودين في التمرين، دعم مباشر من المجلس للفرقه وكل محبي السويس، من يعني هم الناس نفسهم، واحنا بنعذر الناس حتى اللي بيهاجمونا او بينتقدونا، ناس عندهم حق، كله متعشم في اي مجلس يجي، مش مجلس اسامه الموشي بس، ان هو يصعد بالفرقه، الناس نفسها تصعد، بقى لها 20 سنه بعيد عن الدوري الممتاز. طبعا اشتياق كبير جدا، واحنا يعني بنعذر كل واحد بينتقد، ما عندناش مشكله طالما في حدود الادب، ما عندناش اي مشكله خالص، واحنا عاذرينهم، وان شاء الله احنا يعني بنقول لهم احنا شغالين الحمد لله بما يرضي الله، بنشتغل بالعدل في كل الملفات اللي احنا شغالين فيها، ما بنظلمش حد، عشان عارفين ان احنا بمجرد ما تظلم حد في اي حتى في النادي ربنا مش هيكرمك، حتى بعيد عن الكوره. فالحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله السنه الجايه يكون في منافسه قويه جدا جدا، زي ما حضرتك عارف كل الفرق بتستعد. النهارده لعيب ابو 200,000 يا كابتن خالد بتيجي تتكلم معاه يقول لك باخد 700 و800، الضغوط الماليه علينا احنا فعلا الانديه الشعبيه اكتر جدا طبعا. جدا جدا حضرتك، احنا كنا بنناقش الملفات دي اكتر من مره، احنا لغايه دلوقتي ما فيش دعم مباشر من اي حته جالنا، احنا ما زلنا ماشيين يعني بنقوم بنمشي نفسنا كده، لكن طبعا بدايه الموسم محتاجين ما لا يقل عن 3 مليون جنيه مقدمات اللعيبه، ده اللي بيحاول الحاج اسامه طبعا اليومين دول بيحاول يدبر الموارد الماليه طبعا ان شاء الله للموسم الجديد، ان شاء الله عشان نبقى المسؤوليه ان شاء الله باذن الله، ونفرح جمهور السويس ان شاء الله. توفيق يا كابتن اشرف، ونلقاك ان شاء الله قريبا على خير ان شاء الله. كابتن اشرف شكرا يا حبيبي، امين عضو مجلس اداره نادي منتخب السويس والمشرف على كرة القدم، إذا الكابتن نبيل محمود باقي في منتخب السويس، ولا صحة لما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تغيير الإدارة الفنية واعتذار الكابتن نبيل محمود عن نادي منتخب السويس. الداخلية والقناة فوز كبير بثلاثية للداخلية، زد على بنها بهدفين مقابل لا شيء، ترسانة على بالبيس بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، الشواكيش يعودوا مرة أخرى بفوز غالي على بالبيس في بالبيس بثلاث أهداف مقابل هدف واحد من دوجا والفيل ومحمد حسن، تعادل مثير بين الاتصالات هو بيترو جيت بهدفين مقابل هدفين في آخر لقاءات هذا الأسبوع، محمود مسعود وبطوط وسامح إبراهيم ومحمد نور. لقاءات الأسبوع القادم الاتصالات مع بالبيس في الجولة 28، الترسانة والداخلية لقاء من اللقاءات القوية جدا، القناة مع المريخ، السويس مع الانتاج الحربي، وادي دجلة مع بورتو السويس، بورفؤاد مع النصر، السكة الحديد مع زد، بتروجيت مع بنها. خلاص بصفة رسمية تأكد هبوط بنها وبورفؤاد وبالبيس من دوري القسم الثاني، على الورق ما زال يعني نادي المريخ فرصة واحدة فقط، أو يعني الفارق ما بينه وما بين النصر 8 نقاط، يتطلب فوز المريخ بالثلاث لقاءات وهزيمة النصر في الثلاث لقاءات القادمة، وهذا طبعا يصعب كثيرا في ظل قوة نادي النصر كابتن ياسر رضوان، لكن يعني هارد لك لفريق المريخ، كابتن احمد العجوز، كابتن احمد جوهر بذلوا مجهود كبير جدا جدا هذا الموسم، يستحقوا الثناء والتقدير، وصلوا للنقطة 25، لكن فوز النصر في اخر جولتين المتتالي على السكة الحديد هذا الاسبوع والاسبوع الماضي خلى النصر يروح للنقطة
33 متساويا مع منتخب السويس والمصرية للاتصالات، ويبعد فريق المريخ 8 نقاط عن الثلاث فرق. نروح للمجموعة الأخيرة، مجموعة بحري والأسكندرية. هذا الأسبوع المنصورة وبلدية المحلة، فوز لبلدية المحلة بهدف مقابل لا شيء. كفر الشيخ والأولمبي التعادل بهدفين مقابل هدفين. يحسب لفريق كفر الشيخ يمكن هذا المستوى الرائع رغم رحيل الكابتن مصطفى عبده من تولي كفر الشيخ وتولي فريق غزل المحلة، لكن قبل بلاء حسنا أمام الأولمبي، واستقالة أيضا أعتقد كابتن علاء نوح من الأولمبي بعد نهاية هذا اللقاء. فوز كبير وعريض لحرس الحدود على الزرقاء. سبورتنج تعادل مع بايونيرز. فوز لتكرنس على صيد المحلة. حمام بسبعية نظيفة على الرجاء. تعادل لأبو قير الأسمدة مع دمنهور بهدف مقابل هدف. المصري السلوم وفوز على المجد. دمنهور يمكن يعني في وضع يعني برضو صعب جدا جدا جدا. هنشوف جدول ترتيب المجموعة. خلاص حرس الحدود 59 نقطة، الأولمبي مركز تاني 50 نقطة، كيرنس 49، بلدية المحلة 45، كفر الشيخ 43، المصري بالسلوم 42، أبو قير الأسمدة 42، المجد السكندري 40 نقطة، سبورتنج 36 نقطة، بايونيرز 35 نقطة، المصري 34، عفوا الحمام 33. دمنهور يا ترى قدرنا نوصل لحد من مجلس إدارة نادي دمنهور أو الجهاز الفني؟ الزرقاء 21، سيد المحلة 11، الرجاء 11. دمنهور في وضع صعب جدا، ومجلس إدارة نادي دمنهور يعني بنحاول نتصل بيه وزملائنا بيحاولوا يوصلوا لحد من مجلس الإدارة، لكن واضح ان لسه ما وصلنا لهوش. حمام فارق بست نقاط عن فريق دمنهور في هذه المجموعة، ويعني خلاص تأكد هبوط الزرقاء وصيد المحلة والرجاء. هذه الترتيب زي ما حضراتكم شايفين. معانا على الهاتف الاستاذ احمد ابو علو عضو مجلس اداره نادي دمنهور. حاولنا نوصل للاستاذ وليد رئيس مجلس اداره نادي دمنهور الجهاز الفني، لكن الاستاذ احمد بنشكره على دخوله معانا في دوري بلدنا. استاذ احمد اهلا بيك في دوري بلدنا. اهلا وسهلا، اهلا بيك يا خالد، منور الدنيا كلها. ده بنور حضرتك، ربنا يخليك. يعني قلبي معاك، وواضح ان دمنهور في موقف صعب جدا جدا جدا، لم يتبقى سوى ثلاث جولات. دمنهور بيبعد بست نقاط عن الحمام، وسبع نقاط عن المنصورة، وثمان نقاط عن بايونيرز، وتسع نقاط عن سبورتنج. ويعني دمنهور من الفرق الشعبية والجميلة في محافظة البحيرة، لكن في وضع اعتقادي الشخصي صعب جدا. والله يخليني الاول اقول لك ان دمنهور كلها حزينه بصراحه. جماهير دمنهور ده جماهير عاشقه للكره. ايوه. جماهير بتلف ورا الفرقه من اول الموسم وطول المواسم وراها في كل مكان، بنروح في اي ملعب جماهير دمنهور بتكون ورا الفرقه. ايوه. مجلس الاداره بيكون ورا الفرقه، ما كانش حد يتوقع طبعا السيناريو اللي حصل الموسم ده. والوضع اللي فيه دمنهور طبعا اللي لا يليق بالكره البحرويه عموما، وفريق دمنهور اللي مطلع نجوم كتير للدوري الممتاز، لكن هي الكره بقت كده. يعني اكيد حضرتك عارف ان هي الكره بقت كده. لو خدنا الفريق طنطا السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي حصل معاه والسنه دي الاسماعيلي، فانا يعني عزائي طبعا للجماهير البحرويه كلها،
ولكن هي دي الكوره بقت كده يعني، معوقات كتيره كابتن خالد وحضرتك يمكن سيب العارفين، انما ان شاء الله باذن الله يعني هنحاول من الموسم القادم طبعا اعداد فريق قوي، ما يحصلش اللي حصل معانا السنه دي ان شاء الله تاني، وربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. هل يعني من وجهه نظرك هناك تقصير في نواحي معينه، سواء اجهزه فنيه سواء لاعبين، هناك تقصير مثلا؟ برضه انا ما بحبش دائما وابدا اعفي مجالس ادارات الانديه من المسؤوليه، انت شايف من وجهه نظرك ايه اللي وصل دمنهور لهذه المرحله؟ بص يا كابتن، هو ده يعني لازم يكون في تقصير، لان ما كانش في تقصير ما كانش الفريق هيبقى ده حاله السنه دي يعني. لكن خلينا نتفق ان التقصير يمكن هو مشترك ما بين الجميع بنسب مختلفه. يعني في اول الموسم كان معانا الجهاز الفني طبعا كابتن ياسر عبد الواحد، تم اختيار اللعيبه اللي تمثل فريق دمنهور يمكن بشكل برضه ما اسعفوش الوقت ان هو يقدر يختار، كان ناقصه مراكز. الانتقالات اللي في اول الموسم قفلت علينا واحنا لسه ناقصنا تقريبا مركزين او ثلاثه. مجلس الاداره السنه دي جديد طبعا من شهر 12 او شهر 11 اللي فات، وجود انتخابات طبعا وتغيير مجلس اداره في نص الموسم ده كان عامل كبير في اللي حصل طبعا. الاجهزه الفنيه اللي بعد الكابتن ياسر طبعا تم تولي المسؤوليه الكابتن ابو العينين. الكابتن ابو العينين برضه حاول على قد ما قدر، ما قدرش يجيب لعيبه طبعا، ما كانش في الفتره اللي هو فيها كان في انتقالات صيفيه ولا شتويه. تمام. جه في اخر ويمكن قبل اخر ماتش ليه انتقالات يناير، برضه قدرنا نجيب 6 لعيبه، وانت عارف انتقالات يناير لم ولن تفرز الافضل يعني. طبعا. بعد كده تولى المسؤوليه كابتن هاني العقبي، برضه كابتن هاني كان عليه دور كبير يمكن لان هو لعب معانا يمكن اخر 4 5 ماتشات، لم يوفق في الماتشات ديت، يمكن كسبنا في ال4 5 ماتشات ماتش واحد. اللعيبه طبعا كان في اصابات، وكان في لعيبه بتبقى متمرده نوعا ما، كان في لعيبه تم الاستغناء عنها، يعني يمكن في الكل مشترك في اللي حصل طبعا، مش هنعفي اي حد، ولكن احنا بنقول يعني اللي جاي ان شاء الله يبقى احسن واللي جاي يبقى افضل، وكل الناس لازم تتكاتف. بس حصل لنا فعلا السنه دي، يمكن خليني اقول لك ان انا من بعد 5 6 ماتشات في بدايه الموسم انا تم منع طبعا اللعب في استاد دمنهور، بنلعب على استاد شركه الميه طبعا، الارض بتاعته مش زي ارض استاد دمنهور ابدا خالص. حاولنا ندخل، والسيد محافظ البحيره طبعا اللواء هشام امنه مشكورا حاول يساعدنا كتير، وحاولنا ان احنا نتدخل مع شركه السادات اللي خدت استاد دمنهور ان احنا نحاول نرجع نلعب عليه تاني، لكن الطريق كان دايما بيقف يعني. فكان في عقبات ياما طبعا، قله الموارد طبعا، انت عارف الانديه الشعبيه دلوقتي مشكلتها كلها في الموارد الماليه. انديه الشركات بتصرف على الكوره يمكن قدنا 10 مرات و15 مره و20 مره، يعني عايز اقول لك ان الفريق اللي بيبقى مثلا، مش هقول لك بيصعد للدوري الممتاز، لا، الفريق اللي بيحاول بس ان هو يضمن بقائه في الدوري الدرجه الثانيه كمركز ثالث او رابع او خامس او سادس بيصرف له عشرات الملايين، يعني ممكن يكون صرف 20 مليون 30 مليون. طبعا الانديه الشعبيه ما فيش موارد، لان انا عندي في نادي دمنهور يمكن انا عندي 18 لعبه بصرف عليها مش كره قدم بس. فلا ان شاء الله طبعا مع مجلس الاداره الجديد الحالي بندور على تنميه الموارد السنه دي ان شاء الله بشكل كبير، بنحاول نخصص جزء لكره القدم الموسم الجاي علشان نحاول نعدي الكبوه اللي احنا فيها ان شاء الله، ويكون دمنهور موجود في الدوري الممتاز مش في الدرجه الثانيه كمان ان شاء الله. ان شاء الله. اعتقادي الماتش القادم او المباراه القادمه لدمنهور الحمام هتحدد بشكل كبير طبعا بقائه من عدم بقائه، صح؟ طبعا طبعا طبعا، وان شاء الله يعني احنا راضيين بقضاء الله، لان احنا يعني حاولنا على قدر المستطاع ان احنا نعمل كل حاجه نقدر عليها بصراحه، ما حدش تخاذل او حد، ولكن هو ما انت عارف بقى يعني النصيب. على العموم اتمنى لك التوفيق الاستاذ احمد ابو علو عضو مجلس اداره نادي دمنهور، ونتمنى لفريق دمنهور يعني الانديه الشعبيه زي ما بنقول التوفيق يعني ان شاء الله. عندنا العديد من الـ 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 يعني التقارير، لكن انا حابب ابدا بتقرير دمنهور، لان جماهير دمنهور عزيزه علينا وجماهير عاشقه لكره القدم، كان ليها
يمكن حزن كبير جدا 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 بعد نهاية لقاء دمنهور الأخير وخسارة تعادل دمنهور مع أبو قير الأسمدة بهدف مقابل هدف. تعالوا نروح نشوف يعني تقرير عن جماهير دمنهور ثم فاصل مشاهدينا الكرام مشاهدي أون تايم سبورت. اللي حصل ده ما ينفعش. لعيبه جايه بتاخد فلوس ومفيش ضمير. احنا كان عايزين لعيبه عندها ضمير بس. احنا كنا عايزين لعيبه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم والله. مش فرقه دمنهور يا باشمهندس ديت، مش دمنهور. كان اي فرقه بتلعب دمنهور لو خد منها بوم تقول انا خدت بوم، اما اللي بتعمل ده في دمنهور حرام. لا حرام حرام حرام. احنا عارفين ان الفرقه اصلا نازله من 3 4 ماتشات. احنا بنقول النهارده جايين ان احنا نقدر الفرقه يطلعوا رجاله ويلعبوا رجاله، مش بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ده نادي محافظه، نادي محافظه يجرى فيه اللي هذا. انا بنحمل مجلس الاداره القديم ومجلس الاداره الجديد برضو عشان ما جابوش 7 لعيبه، لان احنا كان عندنا في اول 7 ماتشات مع المجلس الجديد كان معانا 7 نقط. يعني المجلس الجديد تحمل مسؤوليه زيه زي المجلس القديم، مفيش كلام. لان الصفقات اللي جت في يناير صفقات، معلش يعني ما همش غير لعيب واحد كابتن ابراهيم عبد الاول اللي بيلعب معانا، غير كده مفيش حد. دمنهور دمنهور نادي جماهير، ينفع كده؟ انا عمري ما شفت دمنهور، انا ثلاث ارباع عمري عندي 40 سنه ورا دمنهور. كان اي يطلع ببونت من دمنهور يقول انا خدت نقطه من دمنهور. لا يا جلال الشرقاوي يدي طرد عشان عايز يوجعنا عشان يروح نادي في المنتاز، حرام عليه. دمنهور اللي عملته، دمنهور دمنهور كبير، كان اي واحد يتمنى يلبس تيشيرت دمنهور. حرام حرام. احنا وراهم وعلى طول وسايب شغله وسايب حالي وراهم. انا عاوز بس اوجه رساله بس لمجلس اداره نادي دمنهور، حرام عليكم حرام عليكم. احنا بنسيبوا شغلنا وبنسيبوا كل حاجه وبنسافروا معاهم في اخر البلاد، مفيش خالص. لعيب مهاجم 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 عاوز ياخد طرد عشان يوجع الفرقه اكتر واكتر. انا بقول حسب الله ونعم الوكيل في كل ظالم. حزن شديد جدا من جمهور دمنهور، ويمكن ده اللي انا قلته للاستاذ احمد ابو علا عضو مجلس اداره نادي دمنهور. والجماهير زي ما احنا شفنا في التقرير وتابعنا قال لك انا بسيب شغلي وبسافر ورا فريق دمنهور ومهاجمين واللعيبه ما بتعملش اللي عليها. حزن شديد جدا 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 في محافظه البحيره في وجماهير نادي دمنهور لصعوبه موقف دمنهور اللي هيحسم يمكن الأسبوع القادم في لقائه مع الحمام بشكل كبير جدا في بقائه في دوري القسم الثاني. نشوف الحزن، تعالوا نروح نشوف الفرحة. الفرحة الكبيرة جدا مع حرس الحدود في نفس المجموعة. حرس الحدود بعد الفوز على الزرقاء بخماسية نظيفة، علاء عباس والويشي ورضا وزيكو وأباظة. ورضا الويشي بيضرب موعد جديد ورقم جديد مع السعادة، صعود 3 فرق متتالية لرضا الويشي في آخر 3 مواسم. يعني رضا الويشي صعد مع نادي زد ونادي اف سي سابقا، ثم مع نادي كوكاكولا الموسم الماضي، وهذا الموسم مع حرس الحدود. رضا الويشي مهاجم من طراز فريد جدا. تعالوا نروح نشوف فرح وأفراح حرس الحدود بعد نهاية اللقاء وصعوده لدوري القسم الثاني أيضا من مجموعة بحري والأسكندرية. كان في عقبات كتير طول الموسم، لكن ما كانش عندنا شك لحظة واحدة إن احنا ربنا يكرمنا وهنصعد، وما فكرناش أي تفكير سلبي ولا فكرنا في أي تفكير. ما كانش عندنا غير تفكير واحد وهدف واحد كمنظومة كنادي كامل بمجلس إدارة بلعيبة بجهاز إن احنا إن شاء الله نصعد ونرجع النادي المكان الطبيعية. زي ما أنت قلت إحنا السنة اللي فاتت خدنا درس، ودرس قاسي جدا جدا لآخر ماتش تقريبا احتفلنا إن احنا صعدنا، وفي الآخر ماتش كفر الشيخ على ملعبنا هنا كان نفس الموقف، ولينا نفسنا الحلم ضاع بسبب فرق أهداف. فكنا مركزين بشكل كبير جدا إن احنا ده ما يكررش فينا تاني،
وكنا بنأكد وكنا بنجيب شريط الذكريات كل تمرينة وكل ماتش على أساس اللعيبة تبقى عارفة. وكان معايا أكتر من 15-16 لعيب من السنة اللي فاتت فمروا بنفس التجربة، فكان بينقلوا برضو لزمايلهم الجداد بالنسبة لنا في أول السنة إن إحنا مش هينفع ننزل أي ماتش ونبقى ضامنين إحنا نكسبه أو الكلام ده كله. فالحمد لله طبعا، وبشكركم وبشكر طبعا اللعيبه بشكل شخصي، بشكر مجلس الاداره، بشكر اللعيبه اللي ضحت كتير بشكل كبير جدا، وبشكر كل الناس اللي ساندتني انا شخصيا، كل المدربين بتاع القطاع، كل زمايلي القدامى كانوا داعمين ليا بشكل كويس بشكرهم، وبشكر كابتن حليم الراجل كان معايا في اول موسم او انا اللي كنت معاه في اول الموسم، عمل فرقه كويسه وفرقه محترمه، واحنا كان منا اللي كابتن حليم عمله، وبشكره وبشكر الكابتن سامي مصان، كنت برضو اوقات بس اشيله في حاجات، وكل ناس كتير يعني كل الناس اللي انا بثق فيهم بشكل كبير كنت بسالهم وكنت باخد رايهم في حاجات. بشكر الجهاز بتاعي بشكل كبير جدا، احمد عاصم، وسام، دكتور ممدوح، طنطاوي، بشكر دكتور صفيه كان معانا في اول فتره الاعداد، بشكر الجهاز الطبي، بشكر الناس بتاع اوضه المومات مصطفى وسيد ومؤمن ودرويش ودباب، بشكر كل الناس مش عايز انسى حد، بشكر احمد عاصم، بشكر العميد عمرو خليل مدير الكوره، بشكر مقدم عمرو، بشكر سامح مقدم عمرو اللي كان معايا ملازمني في وقت بوقت، والعميد عمرو، بشكر مجلس الاداره واللي هو اسامه واللي هو عماد، بشكر كل الناس، مش عايز انسى حد. لكن الطبيعي دي مش مفاجاه خالص خالص خالص، الطبيعي ان حرس الحدود يبقى في الدور الممتاز، الطبيعي حرس الحدود يبقى مع الناس الكبار في الدوري الممتاز. احنا فرقه كبيره، احنا واخدين 3 بطولات في اخر 10 سنين، ممكن اكتر من اي حد، فان شاء الله النادي يقدر يرجع لمكانته الطبيعيه تاني لان ده مهم. طبعا الحمد لله رب العالمين، طبعا تعب سنه كامله ونادي كبير مؤسسه كبيره، شايف الكيان عامل ازاي، ما ينفعش ان هو يكون يعني في الدرجه الثانيه، وصاحب بطولات نادي كبير، فالحمد لله ان طبعا فرحه كبيره قوي قوي، وانا سعيد جدا على المستوى الشخصي، طبعا دي تاني انجاز ليا بعد فيوتشر الحمد لله، تاني سنه طبعا الواحد بيبقى سعيد جدا لما تحقق حاجه، لازم تبقى انت يعني قد المسؤوليه، واللعيبه الحمد لله رجاله، النهارده الماتش ما كانش سهل، لا تعبنا من اول الماتش الحمد لله وربنا رضانا في النتيجه الثانيه، فطبعا ده مبروك لنادي حرس الحدود كلها واللعيبه والناس كلها الحمد لله رب العالمين. من اول قعده لينا في اول الموسم ده مش عايزين نفتكر الموسم اللي فاتح، ممكن فاركو صعد علينا بنقطه، كان ماتش كفر الشيخ زي كان في الظروف زي دي، الحمد لله تعهدنا من اول السنه، وانا اتكلمت مع اللعيبه وفيليكس وكل الناس اتكلمت مع اللعيبه والجهاز الفني والاداره، تعهدنا ان احنا نرجع نادي حرس الحدود مكانه الطبيعي، لان نادي حرس الحدود ده صاحب طريق تاريخ كبير جدا، نادي واخد كاس سوبر واخد كاس مصر، نادي احنا حاولنا نرجع النادي مكانه الطبيعي ان شاء الله باذن الله، مكانه الطبيعي هو الدوري الممتاز. والله الحمد لله احنا من اول يوم جمعنا فيه كابتن مكي وكابتن حليم قبل كده، طبعا متفقين احنا نصعد من اول يوم الحمد لله، الاداره صراحه موفره لنا كل حاجه واللعيبه كلها رجاله، الف حمد وشكر لك يا رب، ويا رب تكمل على كده ان شاء الله في الدوري الممتاز بقى اللي بيبقى في المربع الذهبي باذن الله ان شاء الله. يعني الحمد لله رجيم، يمكن نادي حرس الحدود رجع لمكانه الطبيعي، وان شاء الله الفتره اللي جايه بيبقى عندنا استمراريه، مفيش ان احنا نركز دوري ممتاز ما نرجعش للدرجه الثانيه تاني، وببارك للجهاز الفني واللعيبه كلها رجاله ومجلس الاداره تعبوا معانا، واقول لهم كلهم الف مبروك. لا طبعا الموسم كان صعب جدا، شوك كنت من الاول متصدر وقعدت فتره طويله مش كنت في مركز ثاني، بس الحمد لله اشتغلنا، ويمكن فتره التوقف دي تعبنا واشتغلنا، واللعيبه كلها قد المسؤوليه وكلها رجاله، والحمد لله ربنا كرمنا بالسعوديه. عايز اشكر الجهاز الفني بكل كابتن محمد مكي، واشكر نادي حرس الحدود، طبعا عايز اشكر طبعا اللعيبه كلها من اول الجون لحد اللعيب اللي ما لعبش، يعني اللعيبه دي ما قصرتش في حاجه، كميه ضغوطات من اول الموسم، كميه ضغوطات عرضنا لها، كان دوري صعب قوي، كان فيه حاجات كتير قوي فوق اللبس، كان فيه مشاكل كتير، الحمد لله قدرنا نتعداها، فانا عايز اشكر النادي كله، وعايز اشكر اللعيبه كلها، اللعيبه دي لعيبه رجاله جدا، قدرت تتحمل الضغوط وقدرت تعمل في الاخر الحمد لله يعني ان احنا ناخد الدوري ونبقى مرتاحين في اخر 3 ماتشات. السنه اللي فاتت كنا بنلعب كفر الشيخ اخر ماتش لينا كسبناه نصعد، كسبونا وكان طول الموسم تعبانين، فاحنا السنه دي ما قررناش الموقف،
فاحنا قدرنا ان احنا نخلص الموضوع من بدري. بس هو الموسم مش سهل، الموسم صعب جدا جدا جدا، بس هو المنظومه بتاعتنا كلنا واحد وكلنا على قلب رجل واحد، والحمد لله قدرنا نوصل اللي احنا فيه الحمد لله. الفرحة حلوة بلا شك، ألف مبروك لمجلس إدارة نادي حرس الحدود، اللواء عماد اليماني، عماد ومجلس الإدارة المحترم، وألف مبروك كابتن مكي، كابتن عاصم، كل اللاعبين. فرحة كبيرة جدا بعد فوز حرس الحدود بخماسية دمنهور، دي الفرحة والصعوبة في مجموعة بحري والأسكندرية. كان في برضو يمكن في مجموعة القاهرة مباراتين في غاية الصعوبة، لقاء النصر مع السكة الحديد، وفي المقابل لقاء المريخ اللي رغم فوزه بأربع أهداف على منتخب السويس لكن ظل فريق النصر هو الأكثر نقاطا. لو كان تعثر النصر وفاز المريخ كانت الأمور كانت هتبقى أصعب من كده بكتير على فريق النصر في الأسابيع الماضية، وأسهل إلى حد ما على فريق المريخ في الأسابيع الماضية، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن المريخ البورسعيد. فاز النصر على السكة الحديد بهدفين رغم فوز المريخ بأربع أهداف مقابل هدف واحد. تعالوا نروح نتابع لقاء النصر والسكة الحديد اللي في مجموعة القاهرة بعد حسم الداخلية الصعود، لكن هناك معركة في الهبوط كان أطرافها الأسبوع الماضي فريق النصر وفريق المريخ. تعالوا نبدأ بلقاء النصر والسكة الحديد وفوز فريق النصر بهدفين مقابل هدف واحد على السكة الحديد، عبد العزيز شاعر وحسام جلال، وهدف وحيد للسكة لأمير حجازي. ببارك للكابتن ياسر على المكسب وبتمنى له التوفيق. يعني احنا الشوط الاول فعلا احنا بدينا الماتش كنا كويسين في اول 7 8 دقايق، ضيعنا فرصتين بجونين، بعد كده هم سيطروا وقدروا يوصلوا. اخطاء كل يعني حتى الجونين اللي جم فينا اخطاء مننا من اول تلت ساعه، طبعا باص في مناطق مش انا كنت قايل اللعيبه على الحاجات ديك يعني، بس للاسف انت عارف يعني برضو هي كره اخطاء والاجوان بتيجي من اخطاء. الحمد لله الشوط الثاني قدرنا نعدل بالتغييرات اللي حصلت، الشوط الثاني شبه احنا مسيطرين يعني، ورحنا وضيعنا والحمد لله على كل شيء يعني، احنا ربنا ييسر اللي جاي باحسن يعني. بدانا الماتش كنا كويسين، احنا كنا ممكن نخلص الماتش بنتيجه كبيره الشوط الاولاني، بس هي يعني اللاعب المصري برضو لما بيبقى واحد واثنين بيستريح برضو شويه، قدرنا برضو بين الشوطين نرجع الحالة بتاعتنا. والفترة اللي فاتت برضو فترة صعبة يعني، نادي النصر نادي كبير ومكانته لعب دوري ممتاز قبل كده، السنة دي بيصارع والسنة دي هي بس النتائج ما خدمتناش. أنا بقول الحمد لله طبعا على النتيجة، وطبعا يعني مش عايز أقول لك التعب قد إيه السنة دي، كانت المنافسة قوية جدا جدا جدا، كل الماتشات ما كانش ليها أي مقاييس مين اللي يكسب مين اللي يخسر، ولكن الحمد لله احنا بقالنا فترة طويلة الحمد لله ماشيين بخطى ثابتة الحمد لله، وخصوصا في الفترة الأخيرة في آخر 5-6 ماتشات الحمد لله. بقول الحمد لله رب العالمين، احنا لسه برضو يعني محتاجين بونت من ثلاث ماتشات اللي جايين، ولكن أنا بقول مش دي مكانة نادي النصر. طبعا نادي النصر على طول بيلعب على منافسة، فلو كان الواحد مبسوط ان الحمد لله ان احنا ربنا وفقنا الاطمئنان، ولكن انا بقول لك مش دي مكانه نادي النصر، ولا اعتقد طموح رئيس النادي الدكتور عمرو عبد الحق ومجلس الاداره. اعتقد يعني ان الدكتور عمرو تملي بيلعب على المنافسه، ولكن في ظروف حصلت السنه دي، ان شاء الله باذن الله السنه الجايه الكلام ده كله يبقى بيتلاشى ان شاء الله باذن الله بدعم من الدكتور عمرو والمجلس الاداره، ان شاء الله النصر يرجع لمكانته الطبيعيه ان شاء الله. وانا مع الكابتن محمد عبد الفتاح. طبعا يعني مجلس اداره نادي النصر المحترم بقياده ورئاسه الدكتور عمرو عبد الحق مجلس اداره رائع، زميل العزيز احمد الاحمر، ومجلس اداره كله يعني بيعشق كره القدم ومنظومه اداريه رائعه جدا خلال مواسم سابقه. رحيم عبد الحق برضو بذل مجهود كبير، كابتن ياسر اسم كبير، كابتن محمد اكذا برضو اسم كبير مدير الجهاز. يعني اعتقادي ان النصر بخبراته
قدر ان يحسم الامور بالنسبه لبقائه في الدوري الممتاز الدوري القسم الثاني بشكل كبير جدا، وصعوبه موقف المريخ رغم ان هو حاول الكابتن احمد جوهر وجاب الكابتن احمد العجوز وقلنا ان مهمه شبه مستحيله، لكن يعني النصر قدر بالفوزين المتتاليين يعني يفرق كتير جدا عن المريخ 33 و25، ويتبقى له نقطه واحده فقط لضمان البقاء. حاول فريق المريخ دعم صفوفه الفنيه بالكابتن احمد العجوز اللي لم يقصر في مهمته، لكن حتى الان المهمه شبه مستحيله. تعالوا نروح نشوف رغم الفوز الكبير والعريض على منتخب السويس باربع اهداف مقابل هدف واحد، لكن اعتقادي الشخصي الامور صعبه جدا 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 على المريخ. هنروح لتقرير عن لقاء المريخ ومنتخب السويس ولقاءات مع الكابتن احمد جوهر رئيس مجلس اداره نادي المريخ، طارق البلية لاعب الفريق، احمد الجمل المدرب العام، ونعود في فقرتنا الحواريه الاولى نحتفل بجماهير صوان وبمجلس الاداره المحترم رئاسة المستشار الشافعي صالح، كابتن احمد مصطفى بيبو المدير الفني المميز جدا جدا، وفقره خاصه جدا عن نادي اسوان الصاعد مره اخرى كعادته والمكافح رغم الامكانيات القليله الى الدوري الممتاز. نروح للتقرير ثم الفاصل ونستقبل ضيوفنا مشاهدينا الكرام. هارد لك نادي السويس، مبروك نادي المريخ. نادي المريخ عمل كل اللي يقدر يعمله السنه دي. الدوري صعب جدا، فرق الامكانيات واضح جدا، فرق الامكانيات رهيب بين انديه الشركات وانديه الشعبيه. يعني انا مش حاسس ان احنا قصرنا في حاجه، بس طبعا كان في سوء توفيق. ان شاء الله يا رب يكون في لسه في امل. ما اعرفش نتائج الفرق الثانيه عملت ايه، يعني على اي مكان طول ما لسه في امل لو واحد في المليون هنلعب عليه وربنا المستعان ان شاء الله. هو الهدف ان احنا نصعد دوري المحترفين، حتى السنه دي لو ربنا ما قدرناش البقاء، ان نلعب في الدرجه الثالثه على الصعود لدوري المحترفين هو اسهل شويه من ان اكون موجود في الممتاز به والعب على الصعود لدوري المحترفين. انما لو بتسالني على الاسباب، في اخطاء مجلس الاداره، ما نقدرش نعفي نفسنا من الاخطاء، في اخطاء، لان طول ما في اخفاق يبقى في اخطاء، ما ينفعش تقول غير كده. في سوء توفيق رهيب جدا في مباريات. النهارده شوف المريخ بيكسب اربعه، بيلعب كوره جميله، بيأدي بشكل جميل، ماتش دجله بنلعب كوره جميله. التوفيق من عدم بتوع ربنا عز وجل. احنا لو حصل اخفاق فاحنا بنعتذر لكل جمهور بورسعيد، بنعتذر لهم، بس دي الامكانيات. احنا طلعنا 500% من مجهودنا، وده نتيجه لفرق الامكانيات الرهيب الكبير. بس انا برضو لسه بقول لسه الاماني ممكنه، هنلعب الماتش الجاي، هنلعب الماتش اللي بعديه لغايه لما نقول خلاص. في الاول وفي الاخر بنشكر ربنا على كل حاجه وبنحمد ربنا على اي نتيجه. وبالنسبه لان في امل، لا يعني لحد اخر نفس، لحد ما الحكم يصفر في اخر ماتش، هنفضل نقاتل لحد اخر قطره عرق زي ما بيقولوا. فان شاء الله ربنا يعني يكتب لنا، يكلل نجاح كابتن العجوز والجهاز الفني والاداره واللعيبه، ويكلل نجاحهم ان هو يكافئنا ان شاء الله حتى لو في اخر ماتش في الدوري ان شاء الله. فاحنا يعني بنسعى لده وبنجهز لده، وان شاء الله يعني الماتشات اللي جايه تبقى في صالحنا باذن الله. بنشكر اللعيبه الرجاله على الفتره اللي فاتت، يعني بذلوا اقصى جهد، يتحملوا المسؤوليه مع كابتن عجوز ومع الجهاز الفني. يعني الحمد لله احنا جينا في ظروف كويسه يعني شويه احسن من مكان. طبعا كابتن ايمن الجمال كان ماسك، كان شويه الامكانيات كانت قليله شويه من ناحيه اللعيبه، وكابتن زيز بعد كده برضو كان الدنيا لسه ما ظبطتش. الحمد لله احنا جينا كان في لعيبه جت في الفتره ديت، الحمد لله قدرنا نشتغل معاهم، وهم كانوا قد المسؤوليه. وطبعا زي ما انت قلت يعني بعد خساره ماتش دجله الموضوع بقى صعب، لكن ما احنا بنشتغل لحد اخر نفس واخر يعني اخر دقيقه في الدوري ان شاء الله. ما تعلمش ما كل الحاجات دي بترتيب ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تلاقي نفسك في الاخر انت متعادل بالنقاط مع اي فرقه تانية، او فريق الاهداف او الموجات المباشره بتفرق في الكلام ده. فاحنا هنشتغل لغايه اخر دقيقه وسايبين الباقي على ربنا ان شاء الله.
بجدارة واستحقاق. نجح نادي أسوان الملقب بتماسيح النيل في العودة إلى الدوري الممتاز، دور الأضواء والشهرة. بعد موسم واحد قضاه النادي بدور القسم الثاني، نجح من خلاله في العودة لمكانه الطبيعي وسط كبار الأندية المصرية. لم تكن عودة أسوان للدوري الممتاز مجرد صدفة أو ضربة حظ، حيث نجح أحمد مصطفى بيبو المدير الفني للفريق في إنهاء الموسم متفوقا عن أقرب منافسيه بفارق زاد عن 14 نقطة وهو نادي كيما. وفي هذا الموسم نجح مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار الشافعي صالح في استكمال ما بدأه اللواء أحمد سليمان رئيس النادي السابق في الحفاظ على الفريق وهو على قمة المجموعة. لعب بصفوف نادي أسوان أشهر اللاعبين الذين صالوا وجالوا في الملاعب المصرية، ومثلوا منتخب مصر في المحافل الدولية، وكان لنادي أسوان الفضل في ظهورهم وانتقالهم للعب بأفضل أندية مصر، وفي مقدمتهم العميد أحمد حسن نجم منتخب مصر وعصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام الرئيسية وعماد النحاس وطارق مصطفى. ونجح أحمد مصطفى بيبو في وضع اسمه ضمن سجلات النادي التاريخية بعدما قاد الفريق للدور الممتاز، لينضم لقائمة مدرب الفريق العظماء الذي تولوا تدريب الفريق. وفي مقدمتهم يأتي مشير عثمان وطه بصري وكمال عثمان ومحمد عامر وعبد الرحيم محمد وعماد النحاس ومجدي عبد العاطي. تقرير رائع، نادي كبير عريق، ألف مبروك سيادة المستشار شفعي صالح، عودة أسوان مرة أخرى من جديد للدوري الممتاز. وانا عن نفسي ما بحسش ان الدوري الممتاز يبقى دوري ممتاز الا من غير اسوان، عشان انا صعيدي برضو يعني من 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 يعني الصعيد وبميل للصعيد. اسوان نادي كبير عريق، الف مبروك لحضرتك وبرحب بيك سياده المستشار. بارك الله فيك يا فندم. وبرحب بالكابتن احمد مصطفى بيبو، الف مبروك كابتن بيبو، وبرحب بيك النهارده معانا في دوري بلد. الله يبارك فيك يا كابتن خالد، انا مبسوط ان انا معاك النهارده. سياده المستشار، يعني نقول انتاج مشترك سيادة اللواء احمد سليمان، وانا يعني مبسوط جدا ان حضرتك حتى بعد ما توليت المهمه في اول تقرير في دوري بلدنا قلت ده مش مجهودي ولا مجهود مجلس الاداره، لا احنا لازم نشيد بسياده اللواء احمد سليمان ومجلس الاداره السابق. نعم. واحنا جايين نستكمل المسيره اللي هم بداوها. بسم العدل، واذا كان العدل صفه من صفات الله فبسم الله الرحمن الرحيم. حيث. عندما نقول أن العدل قد تحقق في لنادي أسوان هذا الموسم بعودته إلى الدور الممتاز به، الدور الممتاز ألف، نوجه شكرنا إلى أخونا وصديقنا سعادة اللواء أحمد سليمان ومجلسه الموقر، لأنهم كان لهم السبق في أنهم يمكن أول حاجة عملوها وإحنا كملنا بالإبقاء على الجهاز الفني والإداري من بعد انتهاء الدور الممتاز السابق. صح. ثم الإبقاء على بعض اللاعبين، كثير من اللاعبين الذين حققوا الانتصار، فإحنا يعني من خلال قناة حضرتك بنوجه لهم الشكر. وإحنا ما قلناش الكلام ده يمكن كلام مرسل، لا ده هذا الكلام تحقق على أرض الإيه الواقع. واقع. هم مشارك، لو حضرتك عندك تقرير هتلاقيهم هم مشاركين في كل المباريات. صح. اللي حصلت وكانت موجودة كان لازم هم شركاء معانا فيها وفي حضورهم. وبعد كده حتى إحنا حرصنا يوم الاحتفال يعني اللي عملناه في النادي بمناسبة الصعود، أنا كنت عند سعادة اللواء أحمد سليمان في مناسبة في الجمعية بتاعتهم اللي هي جمعية المنشية، فاصطحبته بسيارتي إلى النادي، ولم نبدأ أصلا الاحتفال إلا بعد حضور باقي أعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين سمحت ظروفهم الكابتن مجدي بدون تحديد أسماء يعني. فلو جبت برضو حضرتك التقرير بتاع الاحتفال هتلاقي كل أعضاء مجلس الإدارة القدامى وأعضاء مجلس الإدارة الجدد موجودين، وده يمكن سبب أو سر من أسرار نجاح نادي أسوان. إذا كانت أسوان عادت للدوري هذه المرة فأنا بالنسبة لي هناك ملحوظتين لازم أنوه إليهم. الملحوظة الأولى أنها عادت بقيادة مدير فني من أبناء النادي ومن أبناء أسوان. ملامح الفرحة هي كابتن بيبو وسيادة المستشار كلهم هتلاقيهم موجودين. سعادة اللواء أحمد سليمان، هتلاقي الكابتن مجدي سبالك يمكن أهو ورانا أهو كابتن مجدي سبالك، كل سعادة اللي هو معانا وكلهم كانوا معانا يعني. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، النهاردة يحسب لنا أن احنا يعني بنحتفل مع الكابتن بيبو بأول، أنا يمكن أسوان صعدت للدور الممتاز ست مرات، الستة اللي فاتوا لم يكن المدير الفني من أبناء أسوان،
كلهم اسماء كبيره فعلا، وساعدوا اسوان في انها تعود للدور الممتاز، لكن لهذه المره بطعم مختلف. احنا بنفخر به في ان هو تحت قياده فنيه من ابناء النادي، هو الكابتن احمد بيبو وجهازه الفني وجهازه الطبي والاداري، كلهم ابناء الايه؟ ابناء النادي. الامر الثاني برضو ان احنا هذه المره حسمنا الصعود قبل 4 أسابيع او قبل 5 أسابيع من نهايه المسابقه. فده الجديد بالنسبه لنا، وشيء بنسعد بيه وشيء بنفخر بيه يعني. كابتن بيبو، عايز افهم ايه القصه بقى؟ ايه كابتن بيبو دي؟ إيه يعني جت ازاي؟ لا ده انا هقول لك مفاجاه كمان، انا بس بحاول ادور عليها. يعني ان بالمصادفه اخر صعود لنادي اسوان انا كنت حاضره، وكنت حاضر هذا الاحتفال، اعتقد كان السيد اللواء احمد سليمان، وكان يعني بصحبه الاخي العزيز الكابتن اشرف محمود، الكابتن حمدي حمدان. يعني احتفلنا بنادي اسوان، وكنت انا يعني شاهد عيان على هذا الاحتفال صعود نادي اسوان للدوري الممتاز المره الماضيه. وزي ما قال سياده المستشار وباكد، العلاقه بين مجالس الادارات حاجه اكثر من رائعه، وكانت يمكن يعني الصوره نازله لي بيفكروني بالصوره اللي التقطناها ساعه صعود اسوان. يمكن كان الاحتفال 4 5 أيام او 10 أيام بالكثير فاتوا بصعود اسوان المره الماضيه، والايام بتتكرر مره اخرى. بس ايه قصه بيبو بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر حضرتك الاول يا كابتن خالد على المقدمه الجميله دي، وبشكر معالي المستشار على الكلام اللي احنا ما نستحقوش ده، احنا كلنا ابناء النادي وبنعمل من اجل النادي. قصه بيبو دي من الناشئين كابتن، كان عندنا كابتن سعيد ربيع ربنا يمسيه بالخير، كان عامل زي اختبار كده صغير للاعيبه، كل واحد دايرة كده، واحد بيدخل جوه الدايرة وبيعمل بيحاول ينطق الكرة زي ما بيقولوا كده. أنا دخلت كنت صغير، عملت واحدة واتنين كده عاديين، والباقي كله كان بالكعب. بالكعب. فاشتغلت بالكعب طولت فيها. قال لي خلاص خلاص أنت هتعمل فيها بيبو. فطلعت بقى. فطلع بقى من ساعتها. كان عندك كام سنة؟ كنت ساعتها 14 سنة. دلوقتي كام يا كابتن بيبو؟ دلوقتي 43. 43. 43. أنا قصدي أسأل، لان خلاص الاجهزة كان زمان يقول لك مدير فني 50 و60، صح؟ دلوقتي الاعمار السنية ما شاء الله بقى في تقدم كبير جدا، الاعمار السنية والشباب اللي زيك والشباب اللي يعني حتى الجيل اللي بعدك كمان يا كابتن بيبو بقى موجود في الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني. والعالم كله دلوقتي يا كابتن خالد في الاتجاه ده. تبص حضرتك الاندية الكبيرة، تشيلسي، توخيل، كل الاندية الكبيرة. يمكن البدايه كانت من بيب جوارديولا برضو، كان في سن صغير ابتدى يطلع والناس كلها تتكلم عليه، ده خلى في اجيال ورا اجيال تشتغل، واحنا طبعا شغالين في الاجهزه الفنيه كلها اللي فاتت لنادي اسوان. كان عندنا بدات لعبك امتى مع اسوان؟ 97 في الفريق الاول، من 97 98 97 مع كابتن محمد عامر، وكان في كوكبه من اللعيبه، كابتن عماد النحاس، محمد فتحي، ابو النصر الديب، عبد الناصر عباس، كلهم كباتن طبعا، كابتن زيزو حشمت، كابتن عماد شاكر، كان كوكبه من اللعيبه قدرنا ندخل بينهم. وببعت لهم خالص تحياتي من خلال حضرتك يعني. كابتن سياده المستشار، نمسك الخشب، كم مره تواليت النادي؟ ديلما يعني انا من زمان كنت عضو مجلس اداره 98 2002، ثم رئيس مجلس اداره 2002 2006، ثم المره الثانيه كرئاسه مجلس الاداره 2021 25 ان شاء الله. 2002 2006 كنت رئيس. كنت رئيس، و98 2002 كنت عضو مجلس اداره. كنت عضو مجلس اداره. انا بحيي حضرتك، لان اعتقادي الشخصي نقطه الـ يعني الركيزه الاساسيه لصعود اسوان والكابتن بيبو هو الابقاء على الكابتن بيبو في وقت يمكن كانت ضغوط عليك كبيره جدا جدا، واي فريق في الدنيا المنحنى بتاعه بيوصل للتوب وبعدين بينزل، فضلت على جاف. اولا انا يعني بشكر حضرتك كابتن خالد، احنا لما جينا في الاسبوع العاشر، النهارده دايما انت يعني المنطق بيقول كده، انت عندك جهاز ابكى عليه لحد ما تبقى فيه سوء نتائج لو عشان يبقى لك حتى مبرر. لكن احنا الحمد لله من وقت ما يعني تولينا المسؤوليه كان عندنا في الاسبوع العاشر واحنا ماشيين بنكسب باخلاص الجميع. يعني لو احنا يمكن في فترتنا من الاسبوع العاشر حتى دلوقتي خدنا 18 مباراه
فوز 14 فوز 3 تعادل هزيمه وحيده. فهي مبررك انت كمجلس اداره في ان انت تغير جهاز فني. واحنا كنا شايفين للامانه انا يعني وانا مخلص في كلامي كنا شايفين الكابتن بيب ورفاقه كلهم سواء الجهاز الفني والاداري ان هم اولاد النادي بيبذلوا جهد غير عادي. يمكن انت لو استخدمت حد تاني لا يبذل هذا الجهد. وعندك ظروف ماليه في النادي ما كانش يناسبها برضو غير ابناء الايه ابناء النادي لان هم تحملونا واحنا بنتحمل واللعيبه تحملوا معانا الحمد لله. فكانت رؤيه مجلس الاداره الابقاء طالما هناك نتائج تحقق وده منطق عادل في ان انت عندك مدير فني بيحقق نتائج. ايه مبررك انت تغيره يعني؟ صح لابد يكون عندك مبرر عشان تقول وقوي عشان تعمل بيحقق نتائج. والنهارده اللي هتجيبه مع احترامي الشديد لكل الاسماء وكل الناس عشان ما اغلطش في حد انا كان عندي يقين ان عمره ما كان هيبقى احسن من الكابتن بيبو ولا هيقدم لاسوان اكتر من اللي قدمه الكابتن بيبو. المره اللي فاتت يعني كان ليك يعني تعامل مع الكابتن بيبو من في الفترتين اللي فاتوا ولا ما كانش لسه هو موجود؟ كان لاعب في فتره الاولى 98 كان لاعب و2002 كان لاعب. يعني انت تعاملت معاه كلاعب تعاملت معاه كلاعب عضو مجلس اداره وعضو مجلس اداره وكرئيس مجلس اداره وكنت رئيس مجلس اداره ولاعب والنهارده بقى مدير فني مدير فني يعني ده شيء يحسب ده ريكورد متهيألي الحمد لله صح ومعانا ناس في الجهاز برضو الحمد لله. اتفضل يا كابتن بيبو اتفضل قول الجهاز كله. انا استاذن حضرتك بس ان هم يستاهلوا ان هم شركاء ويمكن طبعًا. شركاء بنسبه اكبر مني في الانجاز اللي اتحقق ده. سياده المستشار احنا النهارده عاملين فقره لمحافظه اسوان ولجماهير اسوان وكل اللي شارك في هذا الانجاز ربنا يبارك فيك يعني عاملين الفقره دي عشانكم وعشان اهالينا ربنا يبارك فيك طبعا طبعا. الجهاز مدير الكره كابتن عبد الناصر عباس كابتن احمد سيد مرادومه مدرب عام كابتن محمد السيد مدرب كابتن عصام عمر مخطط احمال الجهاز الطبي كابتن وكابتن محمود عفيفي وكابتن وليد عبد الظاهر مدلكين كابتن حلمي وكابتن رجب وكابتن احمد مرسي اداريين كابتن مصطفى شرقاوي وكابتن سمكه وكابتن فاروق والعمال محمود وصابر وكمون وكابتن فاروق طبعا مع الاداريين كان شغال معانا في بدايه الموسم. كل الشكر ليهم يا كابتن خالد. حضرتك يمكن في البدايه اتكلمت على اسوان سياده المستشار تشرف واتكلم على العلاقه بينه وبين سياده اللواء احمد سليمان. مش هتلاقي الطبيعه الخاصه دي يا كابتن والظروف الخاصه دي غير في نادي اسوان. هو ده اللي بيحقق الانجاز على فكره بالظبط. انا مش عايز اقول لحضرتك ان سياده اللواء احمد سليمان قبل كل ماتش بيتصل بينا وبيطمن وبعد كل ماتش باقي اعضاء مجلس الاداره كلهم متواجدين في الماتشات كلها مش كهم اعضاء فهم بيجوا مش اعضاء مجلس لان هم مشجعين. احنا نفسنا كتخيل لو ما كناش موجودين في المنظومه داخل النادي بنبقى موجودين في المدرجات لان احنا ابناء النادي سواء داخله او خارجه. هي دي الطبيعه الخاصه اللي بتميز نادي اسوان على 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 كل الانديه اللي موجوده في مصر. ما شكتش في لحظه كابتن بيبو ان انت ممكن تمشي من الفريق؟ ما شكتش اللحظه ان اثناء صداره كيما اسوان لبعض الاسابيع ان تخطف منك بطاقه التاهل؟ لا موجود الشعور ده يا كابتن خالد بس احنا يعني حتى انا متفوق ب 12 بونت و 13 بونت كان برضو عندي تخوف. ده شيء طبيعي وشيء انا شايفه شيء صحي صحي طبعا لان انا اوصله مش عايز اوصل للعيبه ان احنا خلاص ضمننا الصعود بنسبه 100% ولا حاجه. بما احنا بنشكر فانا اشكر جدا جدا وبشد على ايد كل لعيب موجود معانا السنه دي. لعيبه قلما ممكن تلاقي المجموعه دي موجودين في مكان واحد يا كابتن خالد على المستوى الفني على المستوى الاخلاقي على مستوى الجماعه موجودين مع بعض التجمع اللي هم كانوا موجودين فيه. انا فخور ومحظوظ في نفس الوقت ان انا شغال مع المجموعه دي. اي حد كان هيبقى موجود في المكان ده كان هيبقى محظوظ برضو باللعيبه اللي هي موجودين دول. ومن خلال حضرتك ومن خلال سياده المستشار بشكرهم شكرا جزيلا من خلال حضرتك يعني. طب سياده المستشار يعني هاخد من كلام كابتن بيبو وهجي لك اول ما توليت المهمه ومجلس الاداره اللي مع حضرتك. ايه اللي كنت حريص ان انت تعمله؟ انا كنت حريص لابد ان نحافظ على ما وصل اليه الفريق من مستوى ونحافظ على أوامر الفريق زي ما هو نحافظ على الجهاز الفني والجهاز الطبي والجهاز الإداري لأن احنا يمكن كنا متابعين حتى احنا وقبل ما ندخل مجلس الإدارة وزي ما تفضل الكابتن بيبو احنا يعني النهاردة اللي بيشتغل في الإدارة بيبقى حتى لو هو خارج الإدارة بيساهم حتى لو برأي حتى بفكرة
وده يمكن زي ما تفضل برضو الكابتن بيبو، هو ده يمكن يعني مساعد او خلى نادي اسوان له طبيعه ايه، طبيعه خاصه. احنا جينا على بعد مجلس محترم محقق انجازات، احنا رغبتنا في اي مجلس بيجي عيب بيفكر في نجاح، في نجاح يعني نجاح الفتره اللي هو هيكون متولي فيها، فما تبقاش اداؤه اقل من الفتره اللي قبل ما يتولى. فاحنا يعني كنا شايفين كرؤيه، وانا بشكر برضو الساده الافاضل اعضاء مجلس الاداره جميعهم، لان هم ما اختلفوش معايا في رايي فيما يخص الفريق للامانه يعني خالص. كنا اتكلمنا هم كلمتين، وكنا يمكن الكابتن بيبو يشهد على ذلك، كل شويه بنروح للفرقه وبنعضد الفرقه، يا جماعه ما تسمعوش حتى لو في كلام من بره ان احنا هنغير جهاز، الكلام ده مش هيحصل، والكلام ده مش منطق مجلس الاداره، لان منطق مجلس الاداره هو المحافظه على القمه والمحافظه على ما كان هو موجود قبل ان يحضر او قبل ان ياتي مجلس الاداره. فيعني الحمد لله ربنا حقق لنا ما اردنا وحقق ما، واحنا بنهدي هذا او هذه العوده للدوري الممتاز الى شعب اسوان جميعه والى الجمعيه العموميه. وإذا كان هناك إهداء خاص مني فيهدى هذا الصعود إلى أخونا الكبير رحمة الله عليه البخ كبير مشجعي أسوان. للأمانة ده الرجل، أنا من وقت ما دخلت مجلس الإدارة ومن قبل ما أدخل مجلس الإدارة وهو وراء الفرقة في كل مكان وفي كل حتة، وإحنا قد يمكن افتقدناه كمشجع، لكن برضو في مشجعين تاني كلهم وراء الفرقة، فأنا برضو بشكرهم من خلال برنامج حضرتك المحترمة كابتن خالد، وبشكر كل من ساهم عشان ما انساش حد، كل من ساهم في هذا الصعود، بداية من مجلس إدارة النادي، بداية من الجهاز الفني، بداية من الجهاز الطبي، بداية من العاملين حتى اللي في النادي، لأن كلنا ساهمنا وكل واحد بيساهم بقدر عمله في الحته اللي هو بيشتغل طبعًا فيها للنادي، الحسابات اللي في النادي كل الناس طبعًا ساهمت معانا، احنا ما ساهمنا مش لوحدنا، احنا بنشتغل مع مجموعه من الناس كلها، لكن كان واضح اصرار الجميع منذ البدايه ومنذ ما احنا جينا مجلس الاداره ان احنا عايزين نحافظ على ما وصل اليه مجلس الاداره السابق ثم نضيف اليه ما نستطيع يعني. والحمد لله يمكن اول مره لسه كنت حتى براجع مع الكابتن بيبو المباريات، احنا خدنا 8 فوز ورا بعض، ودي قد يكون سابقه يمكن اول مره برضو من ضمن الحاجات الجديده كانت معانا في الدور الثاني. تمام في الدور الثاني، ما هو كله بعد الموسم العاشر يعني فحققنا مثلا 8 ودول كان اليوم. وبعدين النهارده احنا كنا مطمئنين يمكن طالما معانا جهاز محترم زي الكابتن بيبو واللعيبه، انا اللي بشكرهم واحد واحد من خلال حضرتك، مش عايز انسى حد لان انا جيت عليهم الحمد لله في فتره قريبه، لكن كلهم اولادي وعلاقتي بيهم يمكن الحمد لله يعني علاقه الاب فعلا بالابن، وكلهم الناس يعني انا بوجه لهم الشكر كبيرا وصغيرا، من اشترك في المباريات ومن لم يشترك، من كان اساسي ومن كان احتياطي، لان احنا انا كنت بشوف معاهم كلهم حتى لو 11 بيلعبوا لكن الباقيين كلهم في الملعب وكلهم مركزين، وكلهم بعد ما بيخلص الماتش بيهنوا زمايلهم، وده احساس فعلا، وانا يمكن كنت مبسوط وكان عندي يقين ان هم هيتفوقوا لسبب واحد. انا لا انسى مره كنت رايح الشغل في صلاه الفجر بركب القطر الساعه 5:30 من محطه اسوان، سعدت جدا لما شفت مجموعه منهم بتصلي الفجر معايا او راجعين، يعني ده كلام يمكن انا اول مره اقوله لكن هذا الكلام ما كان موجود فعلا. المجموعه دي وبرضه بقياده الكابتن بيبو كلهم فيهم شيء لله للامانه، ما بخلوش على من جزء من اللي كانوا بياخدوه للناس الغلابه، وللناس كانوا حتى لما بيجيبوا حاجه عشان يذبحوها في النادي مش عشان ياكلوها للامانه، كان بيجيبوها عشان يفرجوها ويوزعوها على الغلابه، يعني يمكن الكلام ده محدش يعرفه. فعشان كده بقول لحضرتك انا دايما طالما علاقتك بربنا كويسه لازم ربنا يكرمك يعني. فانا كنت حاسس فيهم هذا الاحساس كلهم بدايه من الكابتن بيبو الاخر واحد فيهم يعني. عندنا لسه كلام كتير جدا، واسوان زي ما انا قلت حاله عجيبه، اسوان رغم قله الامكانيات الماديه والموارد لكن يعني اسوان ما بيطولش زي ما بيقولوا كده في القسم الثاني، يهبط يصعد، يهبط ما فيش موسم ويصعد ثاني، بيعمل ايه توليفه كبيره؟ هسال المدير الفني من وجهه نظره الماديه
وهسأل سيادة المستشار من وجهة نظره، لكن هنروح لفاصل. مجموعة الصعيد دي يمكن المجموعة الوحيدة اللي الهبوط فيها على صفيح ساخن، يعني البداري وقنا خلاص، سوهاج وملاوي وبني سويف والعالمين وديروت والفيوم والمدينة المنورة وطمية، يعني منافسة محتدمة، من سيبقى ومن سيهبط؟ يمكن كاميرات دوري بلدنا وأون تايم سبورتس راحت في ماتش ملاوي بني سويف، اللي حابب من حضراتكم برضو تتابعوه معنا. وملاوي استطاعت الفوز بهدف مقابل لا شيء، محمد توفيق من ركلة جزاء. تعالوا برضو هنشوف يمكن التقرير ونرجع نستكمل حوارنا بعد التقرير والفاصل. المستشار الرائع المستشار الشافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان وعريس يمكن المجموعة الأولى والمدير الفني الرائع كابتن بيبو، بعد الفاصل والتقرير. نحمد ربنا على المكسب، المكسب ده احنا بنهديه للجمهور بتاع ملاوي، ده الجمهور الوفي، الجمهور الوفي، وبنقول ان شاء الله باذن الله باذن الله ملاوي قاعده، ملاوي مش هتهبط، عشان خاطر اللعيبه الرجاله دي. احنا لعيبه رجاله، احنا بنلعب كره للكوره، احنا بنلعب كره للكوره، لعيبه رجاله. كابتن ده توفيق ربنا في الاول، وهناك برضو كسبونا بلن كابتن معتز حطها في نفس المكان، فانا لعبت على التوقع. انا رحت كابتن معتز، كابتن معتز لعيب كبير، لعيب كبير، والحمد لله ده توفيق ربنا وموجود اللعيبه دي. الحمد لله، والله احنا الحمد لله، اولا نشكر ربنا على المكسب. ثانيا والله احنا تعبنا طول الاسبوع، وبقيه الفرق يا ريت يعني كل الفرق ما كانتش بتتمرن، واحنا الوحيدين اللي كنا بنتمرن طول الاسبوع، ونحمد ربنا على المكسب الحمد لله. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ملاوي وفي المنتز بما هتنزل عمره باذن الله، واحنا نهدي المكسب للاداره والجمهور الوافي، اهل ملاوي والكباتن اللي وافر في ظهرنا، ونشكر اللعيبه كلها الرجاله. الحمد لله النهارده على الهدف وعلى الفوز، ماتش صعب جدا، في اخر الماتش كان في حاله طرد علينا، والبلنت اللي اتحسب علينا والله مش بلنتي، بس الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا النهارده وكسبنا ماتش بستة بونت، خلانا في وسط يعني كده احنا مش في الناس الهابطين باذن الله، وان شاء الله هنكمل وهنقعد في الدوري باذن الله بدون اي امكانيات. طبعا حضرتك شفت المباراه كابتن، مباراه صعبه جدا، المباراه على ارضنا، بس احنا بنلعب فريق كبير بقياده فنيه كبيره، نادي بني سويف. الحمد لله رب العالمين ذكرنا بني سويف كويس، يمكن كابتن ابراهيم من بعد مباراه طميه وهو مركز في المباراه، بفضل الله علينا ظبطنا تشكيل محترم، التشكيل اللي اتكتب في ناس النهارده اول مره تلعب ما شاء الله قضت اللي عليها، والحمد لله رب العالمين. مباراة مهمة جدا، ببارك لكل أهل ملاوي، الجمهور الجميل اللي النهاردة شرف فريقه، وطبعا الفوز ده وبنهديه كل اللعيبة وكل الجهاز الفني بيهدي الفوز ده لجمهور نادي ملاوي، الجمهور المحترم اللي احنا أنا بنادي من أول ما جينا إن معلش الجمهور دوت أهم حاجة، وإن اللاعب رقم واحد في كرة القدم هو الجمهور. طبعا الف مبروك لنادي ملاوي، لعيبه وجهاز فني ومجلس اداره، هارد لك لنادي بني سويف، طبعا فرقه محترمه ومباراه محترمه. الحمد لله على المكسب، انا بشكر لعيبه وبشكر كل الناس اللي واقفه معانا، جهاز واداره، وبشكر كل الناس الجمهور اللي جه النهارده. الحمد لله على الاداء والمكسب. طبعا انا رحت سالت بنجوره صاحب الكوره، قلت له بنجوره الكوره هدف؟ قال لي لا مش هدف. سالت كذا لعيب قالوا لي مش هدف، فقلت لهم خلاص احنا مش هنكسب كده، يعني ربنا ممكن ما يكرمناش عشان كده، وممكن ما نقعدش عشان كده، فربنا كرم. ورحت للحكم قلت له بعد اذنك كابتن الكوره بره، قال لي اكيد يا احمد، اصل الرايه شايفها جون، الرايه قال لك اللعيب نفسه وقع ما شافهاش. قلت له يا كابتن الناس كلها بتاكد ان هي بره، يعني الرايه قال دي هدف واكد انه هدف، لكن اللاعب الرايه قال ان اللاعب اللي لعب كان مصمع رايه ان اللعيب اللي لعب الكوره وقع وما شافش الكوره، فانا سالت بنجوره تاني عشان اتاكد صاحب الهدف، قال لي لا يا كابتن انا شفتها هي بره. فقلت له خلاص، رحت للحكم قلت له الكوره يا كابتن بعد اذنك بره، بس احنا ربنا بيكرمنا عشان كده، لازم الواحد يبقى امين في حياته عشان كده، يعني الرياضه هي الرياضه كده، يعني ربنا كرمنا ضرب الجزاء بعد، انت لو لاحظت بعد ما لغى الهدف ما عملوش ولا كوره، كرم من عند ربنا، حتى الحكم نفسه بيقول لي بص الكره هتبقى ماشيه، واحنا ناقصين واحد، والحمد لله هو التوفيق من عند ربنا، ان ما كنتش النتيجه مكتوبه، بس المهم الامانه والضمير يكون موجود عند كل الناس.
يمكن استمتعنا بتقرير ملاوي وبني سويف، وده يوريك قد ايه يعني الروح الرياضيه والصدق بلا شك. بعد ما كان ملاوي متقدم بهدف، بنجوره احرز هدف تاني الملاوي، وكان مطرود منهم واحد لكن لعيبه بني سويف اعترضوا، وهو راح اعترف للحكم ان هي جت من بره. فكرنا بالكابتن علي خليل زمان، احمد عادل، احمد علي لاعب ملاوي هو اللي راح قال له ان هي من بره يعني، وما دخلتش في الشباك. كان حكم لقاء الكابتن هشام الفلال حكم هذا اللقاء، روح رياضيه عاليه يا كابتن. طبعا طبعا هو وانت لعبت على استاد ملعب، على ملعب ملاوي، ملعب ملاوي صح؟ هو ملعب صغير شويه، بس هي فرقه مكافحه وفرقه محترمه، امكانيات قليله جدا يا كابتن خالد. بشكر طبعا كابتن ابراهيم صدق ان هو قادر يشتغل في ظل الامكانيات القليله دي. هو ملعب صغير وارضيته مش يعني مش احسن حاجه، أحسن حاجة. صح. بس هم فرقه بتكافح يعني، وكتر خيرهم ان هم واصلين للمستوى ده لغايه معركه هبوط قويه جدا جدا جدا، اشتعلت جامد جدا بعد التوقف بتاع رمضان. في فرقه اتقلب حالها يا كابتن خالد، زي احنا من الناس اللي اتاثرت بفتره التوقف دي. توقف. احنا كنا ماشيين لسه، سياده المستشار بيقول ان احنا كنا كسبانين 8 ماتشات ورا بعض، جينا تعادلنا ماتش ملاوي، وقفنا بعد كده 40 يوم، جينا بعد ال 40 يوم في ماتش ديروت كانت الحاله لا يعني صعبه جدا، صعب ان احنا نوصل للحاله اللي كنا قبلها في قبل رمضان قبل التوقف. اتحسنا شويه في ماتش الفيوم، هناخد وقت لغايه لما نرجع للحاله اللي كنا عليها. معركة الهبوط حضرتك بتتكلم عليها دي فعلا اشتعلت دلوقتي بفوز ملاوي على بني سويف، وعلى بني سويف. بني سويف كسب الماتش اللي فات، سوهاج بيخسر، المدينة بيخسر، طمية بيخسر بعد التوقف، والفيوم بيخسر، والفيوم بيخسر. لا متهيألي لسه لغاية الثلاث ماتشات اللي جايين دول هيبقوا صعبة جدا، صعبة صح؟ جدا جدا. أنا عايز أعرف بقى سيادة المستشار، إيه عندكم في حاجة؟ يعني أنا عارف إن الإمكانيات المادية والموارد المادية قليلة جدا، لكن بتلاقي أسوان زي ما بيقولوا إيه عند الموعد المناسب موجود وعلى قدر المسؤولية والحدث، سواء جهاز فني، لاعبين، ما بتسمعش عن مشاكل، عن اعتراضات، عن تذمر لعيبة، عن انقطاع عن تدريبات، وتلاقي ما شاء الله الأمور متسهلة لأسوان. الحمد لله يعني ده فضل ربنا علينا. احنا يعني كان عندنا متطلبات للعيبة الفترة اللي فاتت، وكنا يعني برضو كان بيساعدنا فيها الجهاز الفني والجهاز الإداري، بحيث ان احنا بنشوف احسن حاجة نعملها مع بعض ايه. ما كانش القرار بيبقى قرار مجلس الإدارة لوحده، لا احنا بنتكلم مع الجهاز الاول ونشوف ايه، واحنا علينا ندبر اللي مطلوب. انا من خلال برنامج حضرتك برضو كابتن خالد بشكر السيد اللواء محافظ أسوان طبعا على دعمه للنادي. آه. وبشكر السادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ على وقوفهم بجانب النادي الفترة اللي فاتت، واحنا يعني لما بشكر برضو معالي السيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه للنادي ووقوفه بجانب النادي. النهاردة النادي مكتوب عليه نادي أسوان الرياضي، فإذا كل الناس المقيمة في أسوان وتستطيع مساعدة النادي لابد أن تقف بجانب مجلس الإدارة. احنا لما طلبنا من السادة أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ أن عندنا مشكلة مادية، فتوجهوا كانوا معانا في الاجتماع تاني يوم، توجهوا إلى معالي السيد اللواء محافظ أسوان وشرحوا له الظروف. الراجل تاني يوم أو تالت يوم ادانا 1.5 مليون، وهو ده أول دعم ناخده برضو من سعادته، لكن آملين في القادم إن شاء الله بإذن الله. كنت لسه أقول لك المهم أصعب إن شاء الله، إن هو مشارك معانا والراجل الرياضي وفاهم إيه المصروف وفاهم إيه اللي بيتصرف. هيكون لنا لقاء مع سعادته إن شاء الله، وهو وعد أن يعمل حاجة معينة كنا احنا مأجلينها لحد ما يتحقق الصعود. أن هو هيدعو رجال الأعمال في جلسة في مكان يخص المحافظة، ويدعو جميع رجال الأعمال اللي في أسوان واللي بره أسوان للوقوف بجانب أسوان. والرجل هو أعلن تبرعه الشخصي، أول واحد حيكون أول اللي إيه المتبرعين. فأنا من خلال برنامج حضرتك بوجه له الشكر، بوجه لكل من ساهم معنا في حل المشكلات المالية اللي فاتت. احنا يمكن كان في حاجات بتحصل عندنا اللعيبة، واتفقنا مع الكابتن بيبو على اساس ان احنا مثلا بكرة او بعده هيكون كان ما يبقاش عندنا فلوس في الخزنة. كلنا يمكن كاعضاء مجلس ادارة وانا اولهم، في حاجات كنت بعملها مش هعملها عشان بيتي، بس كنت بعملها لان انا محطوط في مسؤولية. كنا بنستلف من بعض اعضاء الجمعية العمومية فعلا بدون مناظر ذلك ولا حد يعرفه،
والحمد لله اول ما تجينا فلوس نسدد، ما عندناش ايه، ومحدش بخل يعني من غير ذكر اسماء يعني لكل الناس اللي توجهنا لها وساعدتنا في الفتره اللي فاتت. نامل بس وقوفهم معانا في البعد حتى نخلص الدوري الممتاز به. وفي مثل دايما بيقولوه احنا عاوزين نحافظ عليه، ان ما فيش لاعب، عشان كده انا بطمن اللعيبه، ما فيش لاعب من ابنائنا اللاعبين اللي كانوا معانا ان شاء الله هيكون ليه جنيه في نادي اسوان ومش هياخده قبل ما ننهي ان شاء الله باذن الله الدوري الممتاز به. ده تصريح على لسان حضرتك. وانا اي يعني لاعب له مستحقات لدى نادي اسوان، مش كوني انا تحققت هدفي ألا وهو الصعود يبقى أنا أسيب اللعيبة ولها مستحقات، لأن أنا بدأت كلامي باسم العدل، فإحنا لازم نكون عادلين في أن إحنا كل واحد أدى معنا وكل واحد يعني ساهم معنا وله مستحقات لازم ياخدها يعني، وسنسعى لذلك جاهدا إن شاء الله بإذن إن شاء الله. إن شاء الله. يمكن أسوان ومناسبة المدير الفنيين ما شاء الله يعني نجح في اكتشاف العديد، كشري، كابتن كشري، كابتن مجد عباطي، كابتن عماد النحاس، كابتن محمد عامر انت قلت من زمان صح، وابناء كتيره جدا، وفي جيل رائع لاسوان شفناه في التقرير يعني طبعا على حسب ما يعني ما بنتذكر، كابتن محمد حمدان، كابتن احمد حسن، كابتن طارق مصطفى، كابتن احمد كمال مدرب الحراس فريق الحالي، كابتن موفق الباشا، كابتن احمد مصطفى بيبو، عماد النحاس، كابتن حمدي حمدان اللي انا سعيد بيه ومدرب منتخبنا الوطني للشباب طبعا في جهاز فني رائع جدا جدا، يضم الكابتن محمود جابر، كابتن كرم مرسي، ومعهم الكابتن حمدي، كابتن ايهاب جلال، واللي بيستعد ان شاء الله للبطوله الافريقيه في يناير 2023. ويمكن اثناء وجودي في اتحاد الكره ياما قلنا ان لازم حد من الصعيد، وكان الكابتن هشام عبد المنعم مع الكابتن ربيع ياسين، الحمد لله كابتن حمدي حمدان دلوقتي بقى ممثل مع الكابتن محمود جابر. عايز يبارك لك يا سياده المستشار ويبارك للكابتن بيبو، اهلا بيك كابتن حمدي معانا في دوري بلدنا. كابتن خالد السلام عليكم، كابتن خالد الله يخليك وحشني جدا جدا، وانت وحشني يا كابتن. ومليون شكر يا حبيبي، وببارك طبعا لسياده المستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان، ومليون مبروك لسياده المستشار، مليون مبروك للكابتن احمد مصطفى بيبو من الشخصيات المحترمه وهو قدها والله، وانا يمكن من بدايه الموسم والله وانا متاكد ومتفائل جدا ان اسوان هتصعد ان شاء الله على ايد احمد مصطفى، والحمد لله ربنا وفقه وان شاء الله يبقى مدير فني في الممتاز ويعمل نتائج كويسه جدا مع فريق اسوان، وموفق ان شاء الله يا بيبو باذن الله. شاكرين يا كابتن حمدي الله يبارك فيك. طبعا معانا كابتن حمدي يا كابتن خالد، مش عايز اقول لك دي الحاله الخاصه اللي بقول لحضرتك عليها، كابتن حمدي معانا في التمرين على طول، معانا في الماتشات، متواجد على طول من قبل الماتش بساعه، ايده في ايدينا على طول، وان الكابتن حمدي يكون في منتخب مصر ده بيدينا احنا طموح ان احنا لينا ما نبقاش في المكان ده ونشتغل ونجتهد، يبقى عندنا طموح. فانت يا كابتن حمدي انا بشكرك على وقفتك جنبنا السنه دي، وان شاء الله باذن الله نشوفك في المنتخب الاول باذن الله ان شاء الله يا كابتن حمدي. حبيبي يا كابتن بيبو، مليون شكر يا حبيبي. شفت مستشار عايز تقول حاجه؟ شاكرين يا كابتن، احنا بنعتبر الكابتن حمدي حمدان هو سفير نادي اسوان للكره المصريه طبعا للامانه طبعاً. يعني للامانه انا راجل تربطني بيه علاقه شخصيه، لكن يمكن انا خلال وجودي سواء للفتره الاخيره في النادي ما فيش حاجه كان يعني تستعصي علينا في النواحي اللي عايزين ناخد رايي فيها، فكان يكون اقرب واحد لنا الكابتن حمدي حمدان للامانه. وزي ما تفضل الكابتن بيبو ما سابناش في تمرين ولا سابنا، انا يعني ابص اول ما يدخل المقصوره ابص على الكابتن حمدي حمدان، لان انا بتفائل لما بشوفه واحد عنده طموح، ودايما بيه دي الحاجات اللي بتبقى يعني كويسه جدا جدا في ابناء النادي. انا سعيد بان اشوف حد عليه طموح زي الكابتن حمدي حمدان، وانا متوقع له ان شاء الله باذن الله زي ما متوقع للكابتن بيبو ان هم سيكونوا نجوم من ضمن النجوم المعدوده في الكره المصريه ان شاء الله. الله يخليك يا كابتن مستشار، ربنا يخلي حضرتك يا فندم، وان شاء الله موفقين ونعمل مباريات كويسه ان شاء الله والله. وده اسوان، نادي اسوان ليه فضل علينا يا كابتن مستشار، ده اقل حاجه احنا لازم لابد وده واجب علينا ان احنا لازم نقف خلف نادينا طبعا. ربنا يبارك فيك في حاجة ودع عهدنا بسعادتك دايما وسيظل ان شاء الله باذن الله. كابتن حمدي كنت تذكرت ان انا ولسه كنت بقول للمستشار الشافعي والكابتن بيبو ان انا حضرت حفل الصعود لاسوان المره اللي فاتت. ايوه انا لسه منزل صوره من كام يوم على ايوه انا لسه كنت بقول لهم الصوره يعني نزلت، يا ريت تبعتها لي برضه عشان انزلها على الهواء
مع الكابتن اشرف محمود والاستاذ ايمن بدره وكان احتفال رائع جدا جدا جدا، حتى المستشار شفعي كان حاضر، لان انا فاكر ان كل ابناء اسوان وسبحان الله يعني اسوان النهارده بنحتفل بيها، ونتمنى لك انت كمان توفيق مع منتخبنا الوطني ان شاء الله في كاس الامم الافريقيه، ان شاء الله تصعدوا اندونيسيا ان شاء الله. كابتن حمدي حبيبي يا كابتن خالد، ربنا يخليك، مليون شكر يا حبيبي. مبروك كابتن حمدي ان شاء الله. مبروك كابتن حمدي حمدان، طبعا المدير او مدرب منتخبنا الوطني الشباب، سال سؤال يعني مش هسيبه، يعني قال لك ان شاء الله نشوف كابتن بيبو في الممتاز. السؤال ده هقوله انا بقى للمستشار الشافعي بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، نرجع نسال المستشار الشافعي صالح رئيس مجلس اداره نادي اسوان، بيبو مكمل ولا بيبو فين؟ بعد الفاصل مشاهدينا الكرام. كابتن بيبو مكمل ولا سيادة المستشار؟ بمنتهى الوضوح كده، او بمنتهى الوضوح، ده هذا القرار انا ما بقاش رئيس نادي لو خدت قرار واعلنته دلوقتي. بالظبط، انا راجل يمكن شغلي يعلمني هذا الكلام، لما باخد رايي في قضيه لازم ارجع للناس اللي معايا، فانا بحترم مجلس الاداره باكمله، فلازم يكون لنا ما ينفعش انا اصرح دلوقتي مع حضرتك مع احترام النفسي يعني، لان انا لا املك القرار، قرار بيملكه مجلس الاداره، لكن انا على المستوى الشخصي ده اللي املكه. المستوى الشخصي لابد الناس اللي بتفكر صح تفكر. النهارده عندك مدير فني عامل قوام فرقه كويسه، وعنده ما يعني يريحك في حاجات كتير لو انت بتفكر في اللي جاي، يريحك في عنده مجموعه لعيبه للامانه ما يكونش في تلاحم بينهم وبين اي مدير فني زي ما هو موجود مع الكابتن بيبو يعني. ده اللي انا شايفه اللي بحكيه لحضرتك فعلا يعني. النهارده راجل يمكن مش بيجي ناحيه مجلس الاداره الا في حاجات بسيطه جدا جدا جدا، راجل متعاون منتهى التعاون. انا بقول كل الصفات اللي موجوده اللي انا لمستها خلال الفتره اللي فاتت، راجل متعاون مع مجلس الاداره تعاون يعني غير عادي جدا، راجل ملوش طلبات وما حصلش ان هو يمكن حمل على مجلس الاداره بطلبات معينه. فالنهارده دي كلها ايجابيات لازم تذكرها في المدير الفني اللي انت هتختاره بعد كده. هيتم حسم الامر ده امتى؟ لان اعتقادي واكيد حضرتك عارف وكابتن بيبو عارف واكيد يعني كل مجلس الاداره، ان لازم في وقت معين تلحق تحسم عشان يبتدي يبص على اللعيبه، طب هيمشي مين ويقعد مين؟ فاكيد اقرب وقت ممكن، بس انا عندي مشغول في انتخابات نادي النيابه الاداريه لحد يوم 10/6 ربما ما تسمحليش ظروفي اكون في اسوان الفتره دي، لان انا من بعد الماتش جيت معاهم موجود كنت امبارح، فربما ظروفي ما تسمحش، وده قرار ما ينفعش يتاخد بالتليفون وما ينفعش تاخده على عجاله، لكن ان شاء الله باذن الله فور العوده لاسوان هيكون لسه عندنا وقت ان شاء الله، هيكون 10/6 ده دوب مخلصين احنا الثلاث مباريات اللي هم الموجودين، عشان بعد كده نكمل، وهيبقى في مناقشه كمان، احنا هننتظر تقرير او في انتظار تقرير من الكابتن بيبو للموسم اللي فات ومين اللي يصلح برضه يصلح ان هو يستمر في الدوري الممتاز، ومين اللي ما يصلحش يستمر في الدوري الممتاز، والاماكن اللي هو عايز فيها ناس، باعتبار ده هيكون اول خطوه لازم مجلس الاداره يفكر فيها. فاحنا منتظرين هذا التقرير، وان شاء الله هو يعني يمكن اكيد الكابتن بيبو عامل حسابه في كده، وهيكون التقرير موجود للعرض على مجلس الاداره في اقرب جلسه، ده هيكون الجلسه الاولى، ثم بعد ذلك سنتطرق ان شاء الله للايه للمدير الفني. لكن انا قلت اللي عندي كرئيس مجلس اداره صوتي واحد فقط من ضمن العشرة. انا شايف في ايجابيات عند الكابتن بيبو لابد ان احنا نراعيها ولابد ان ناخذها في الاعتبار في القادم ان شاء الله باذن الله. كابتن بيبو، انت فيما تفكر انت وفيما تتمنى بمنتهى الامانه والوضوح؟ انا احب اقول لحضرتك حاجه بس. اتفضل. حضرتك اتكلمت من شويه على موضوع الصعود واللي حصل والمدربين اللي صعدوا بالنادي والكلام ده كله، انا حابب اقول لحضرتك ان دي الحمد لله بفضل الله ان اول مره تحصل في التاريخ ان النادي السنه اللي هبط فيها صعد تاني سنه على طول. التفكير كابتن خالد كان الحمد لله احنا كنا سابقين بخطوه في موضوع التخطيط، اول ما اتاكد هبوطنا كان السنه اللي فاتت للاسف، فكنا ابتدينا نحط ايدينا على الموسم الجديد ونخطط من بدري.
اول حاجه احنا وقعنا في خطا سابق كان في موسم سابق 2015-2016 يمكن، ان العقود كانت كلها موسم او اعراض، الفريق هبط الناس كلها مشيت، فالحمد لله تداركنا الخطا ده من السنه اللي فاتت. كل لعيب كان بيجي كان عقده ممتد لسنتين وثلاث سنين، اول ما الفرقه تاكد هبوطها قدرنا يعني بايدينا واسناننا زي ما بيقولوا كده يا كابتن خالد ان احنا نحافظ على قوام نقدر نبني عليه. الحمد لله بفضل الله قدرنا نحافظ على 14-15 لعيب كانوا موجودين معانا من السنه اللي فاتت، في منهم لعيبه ما كانتش بتشارك بصفه اساسيه لكن كانوا تحت عينينا وكنا عارفينهم كويس، عارفين فنياتهم كويس، عارفين اخلاقياتهم كويس، عارفين في المجموعه مين ايه. فانت لما يكون عندك 14-15 لعيب في موسمين ورا بعض تقدر تحافظ عليهم، بعد كده تقدر تبني عليهم فرقه جديده، تقدر في شهر يناير تحط ايديك، ودي كانت مهمه جدا، نقطه كنا مركزين فيها من بدايه الموسم. اللي بيفرق فرقه لو حضرتك جيت للاحصائيات وشفت الفرق اللي حصل بعد شهر يناير هو ده اللي احنا كنا مخططين له، ان انت في شهر يناير لازم تفرق بالصفقات الجديده اللي هتجيبها، والحمد لله الصفقات انا هجيب لك اقوى يعني بمناسبه الاحصائيات، اسوان اقوى هجوم 49 هدف سجلهم 13 لاعب بالظبط صح؟ بالظبط اه بمناسبه الاحصائيات الفرقه محمد الاكثر فوزا كمان ب 20 مباراه بالزبط. منهم 12 على ملعبك و8 بره ملعبك. الحمد لله احنا ما يمكن ماتشات اللي على ملعبنا كلها فوز، تعادل واحد بس كان مع بني سويف، كل ماتشات اللي على ملعبنا الحمد لله بالعلامه الكامله. اكمل لحضرتك الكلام، الفرقه وتكوينها والخبرات اللي فيها يعني فيها زي ما بيقولوا تنوع يا كابتن خالد، من الخبرات للعيبه في وسط ولاعيبه صغيره، كل الميكس ده كان بيقودوا اللعيبه الكبيره بصراحه معانا باقتدار. لعيبه شهر يناير فرقت معانا يمكن بالاحصائيات فرقوا معانا. ارجع لحضرتك برضو للسؤال اللي انا هربت منه من شويه، ان هو طموحك ايه؟ انا الحمد لله يمكن الناس اللي تسالني انا الطموح والتارجت اللي انا شغال عشانه وقف لغايه موضوع الحمد لله الصعود، ومعانا ماتش قبل نهائي الزمالك ومعانا ثلاث ماتشات في نهايه الدوري. بعد ما نخلص ان شاء الله ونسلم تقريرنا زي معالي المستشار ما قال، ونسلم تقريرنا لمجلس الاداره وكل الاحترام لارائهم، احنا كده كده ابناء النادي، نبتدي ان شاء الله باذن الله ندور على طموح جديد. طيب انا مش هقول لك مين معانا على الهاتف، هخلي الست المستشار اللي يقول الو وانت تقول لي مين. قول كده يا ست المستشار. الو الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كابتن الباشا. مين؟ اه قول يا كابتن بيبو. الاستاذ حماده. حبيبي يا ريس. ازيك استاذ حماده، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ استاذ حماده صالح طبعا نائب رئيس مجلس اداره نادي اسوان، الف مبروك يا استاذ حماده. الله يبارك فيك، وكل الشكر ليكوا وكل الشكر للقائمين على القناه، وشاكرين جدا لابراز اسوان في القناه بتاعتكم القيمه، وكل الشكر للمجهود المبذول من مجلس الاداره والجهاز الفني والطب والاداري على راسهم الكابتن بيبو، وكل الشكر للعيبه الرجاله اللي هم فعلا غلبوا الصعاب ووصلوا فريق اسوان للدور الممتاز. كل الشكر لمحبين نادي اسوان وخصوصا اعضاء الجمعيه العموميه وجماهير نادي اسوان، كل الشكر فعلا لكل المنظومه اللي ساعدت نادي اسوان اللي هو يتبوأ ثاني مركز من مراكز القمه ويخش الدوري المحترفين، وان شاء الله الجاي احسن والجاي خير ان شاء الله رب العالمين. استاذ حماده بنبارك لك وعايز تقول حاجه يا ست المستشار اتفضل. استاذ حماده يمكن الراجل الامانه ده مش يعني شكر، ده شكر خاص لي لان انا هو بيمثل صوت العقل في مجلس الاداره، وفي كل ما يعرض على مجلس الاداره انا دايما بستانس برايه، يمكن قد يكون لان انا شفت منه من اول ما انا اول مره اصعد يعني بالشغل معاه يعني في الاداره، وعلاقه قديمه بينه وبينه زي ما اصحاب خارج النادي وبرا النادي وفي غيره، لكن ان شاء يعني شفت فعلا شخصيه ناضجه تفكر في مصلحه النادي عن تروي في كل قرارات لابد ان بيتاخد بتروي، وده اللي فرق معانا برضو في حاجات كتير جدا هو والاستاذ ابو الحسن وكل المجموعه. لكن للامانه انا شايف يعني راي الاستاذ حماده من خلال تعاملي في الفتره القصيره دي اللي معاه يعني شخصيه ان كان لها كل احترام، وكان ليه دور في اللي حصل ده كله بتفكيره المتروي وتفكيره يعني بتؤده وتمعن زي ما بنقول احنا في القانون. الراجل للامانه بيدرس الامر كاملا من جو كل جوانبه،
من جوانبه الإيجابية وجوانبه السلبية، وبيساعدنا في أن احنا ناخد قرار سليم يعني. فباش كل الف مبروك يا استاذ حماده، والف مبروك يا ست المستشار. ربنا يبارك فيك يا بيه. شاكرين جدا على الاطراء الجميل من ست المستشار، وده كلام يعني انا ما استحقوش بالشكل الجميل ده، بس يعني فعلا القرارات كلها لو بتتاخد مجلس اداره متناغم ومتناسق مع بعض يكون القرار في صالح النادي، وده اللي احنا عايزينه، في صالح الكيان وصالح النادي وصالح اسوان. وفعلا اسوان بالناس المحبين ليها بكل كابتن بيبو عايز يقول لك حاجه كمان سريعه يا استاذ حماده. قول يا كابتن بيبو اتفضل. بقول لك استاذ حماده، امورنا فندم، لما يكون في مشكله ماديه وفي عايزين فلوس والدنيا تكون مقفوله والنادي ما فيهوش فلوس، بنقعد نحسبها يمين وشمال، ما فيش حاجه. حضرتك بتمسك الورقه والقلم بتقول انتوا عايزين كام، خمس دقايق تقول لنا خلاص امشوا ان شاء الله هتفرج. الله الله تدينا الامل على طول يعني. الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا استاذ حماده. بنشكرك جدا جدا كابتن بيبو، وشكرا على الكلام الجميل ده، وشكرا لكل الكلام الحلو اللي سمعناه النهارده يا فندم. بنشكرك يا استاذ حماده، ويعني يا رب كده من نجاح لنجاح ان شاء الله. بنشكرك استاذ حماده صالح نائب رئيس مجلس اداره نادي اسوان. وقتنا يعني انتهى، بس انا عايز اقول حاجه بقى يعني من على ثانية يا سيادة المستشار لحضرتك والمجلس اداره نادي اسوان، انتم اصحاب القرار، اعطوا الفرصه لبيبو لعلها يكون خير. وزي ما حضرتك كده جبته قبل ما ينتهي الموسم الماضي بثمان ماتشات واستمر وصعد، اعطوا الفرصه للشباب. اعتقادي الشخصي هيحسب لاسوان خروج احمد بيبو. انا زي ما قلت لحضرتك ثقتنا في الكابتن بيبو ليست لها حدود طبعا، لكن الامر ان شاء الله سيعرض على مجلس الاداره، وانا واثق ان مجلس الاداره هياخذ القرار المناسب، بس ما ينفعش انا انفرد. لا طبعا، لا ده انا يعني بوتني على كلام حضرتك يعني جدا، عشان كده قلت لحضرتك ان شاء الله انت ومجلس الاداره ان شاء الله. مبروك يا سياده المستشار، وشرفتني ونورتني يعني، سعدنا بحضرتك وبالبرنامج المميز وبجلوسنا بجوار حضرتك. ربنا يخليك. بشكرك على كل ما قدمته لنادي اسوان الرياضي في القادم في السابق، وما ستقدمه في القادم، وما تقدمه الان ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك سياده المستشار، شرفتني ونورتني، سعدنا بحضرتك، والف مبروك كابتن بيبو، وشرفتني ونورتني، والف مبروك كمان مره. بارك الله فيك. حاجه صغيره بس في الاخر، بشكر طبعا مجلس الاداره السابق بقياده السيد اللواء احمد سليمان، كلهم باسمه طبعا، مجلس الاداره كله، مجلس الاداره الحالي، في اربعه احب اهدي لهم الصعود. اول بعيد عن الجماهير، وده في المركز الاول، جماهير اللي كانت بتساندنا على طول على السوشيال ميديا وجنبنا وورانا في كل حته، جماهير اسوان في المقام الاول. الاربعه واولهم لروح لوالدي عليه رحمه الله. في ثلاثه من محبين النادي، يمكن سياده المستشار قال واحد منهم اللي هو عمو بخ، في ياسر المدير عليه رحمه الله، في عضو مجلس الاداره السابق الاستاذ تامر بونتو برضو عليه رحمه الله. كل دول من الناس المخلصين اللي احنا يعني الحاجه الكبيره اللي احنا عملناها دي نهديها لارواحهم جميعا. وبشكر حضرتك يا استاذ خالد، شرفتني ونورتني، ومبروك حبيب كمان مره. الله يبارك فيك يا كابتن خالد. مشاهدينا الكرام، بنبارك مره ثانيه وثالثه ورابعه، الف مبروك لنادي اسوان، الف مبروك لنادي الداخليه، الف مبروك لحرس الحدود. النهارده كان بيشرفنا ونورنا المستشار الشافعي صالح رئيس مجلس اداره نادي اسوان، والكابتن بيبو. ان شاء الله الاسبوع القادم برضو الداخليه اللواء عثمان الدزوي ان شاء الله، والكابتن سيد عيد، وايضا هنحتفل بنادي حرس الحدود. معركه الهبوط ستبقى في مجموعه الصعيد لاخر رمق، مع عصافره يمكن اخر ثالث مباراه ان شاء الله، زي ما عودناكم كل اسبوع، كل ما تريدونه حول القسم الثاني، احصائيات، ارقام، كل المباريات، كل الاهداف ان شاء الله تشوفوها على دوري بلدنا في اون تايم سبورتس ان شاء الله كعادتنا كل اسبوع حتى القاكم. لكم مني اطيب الامنيات، ارق التحيات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.